بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم، مساء الخير لكل من يتابعنا. برنامج لقاء خاص، يعني برنامج منقطع شوي، يرجع في كل فترة متى ما اصبح هناك حدث خاص. اليوم حدث خاص، وضيفنا في هذه الحلقة النائب او النائب معوقف التنفيذ نبيل الفضل الى حين ان يقسم في مجلس الامة، حياك الله براك. مساك الله بالخير محمد، ومسي على مشاهدين سكوب. حياك الله براك. نائب مبطل مرتين، الآن صدر حكم المحكمة، أصبحت نائب، خلينا نقول مع وقف التنفيذ إلى حين تقسم، يعني الدوامة هذه متى تنتهي مرة واحدة؟ لا يعني أعتقد وقت ما تشكل الحكومة ويصير أول جلسة راح يصير قسم. من الناحية القانونية والدستورية أنت نائب، بس عشان تمارس الدور مالك تحتاج انك تقسم القسم، ولا هذا في اشكاليه؟ يعني انا قاعد اسال بعض الاخوان الخبراء، ان هل القسم لما تقوله مره يحتاج تعيده مره ثانيه؟ او بمعنى اخر، اذا انت قسمت يوم في مجلس وبعدين ما دخلت انتخابات او صغرت انتخابات، هل يعفيك من قسمك؟ لان القسم اللي انت قاعد تقوله ما اعتقد بالضروره يرتبط في الدستور نفسه. الدستور انك لازم تقسم قبل ان تؤدي اعمالك، صح، ولكن هل القسم ينتهي التزامك فيه لما تطلع من المجلس؟ انا شخصيا ما اعتقد، بس نبي يعني جواب جازم فيها. وايد ناس للاسف عقب ما يترك المجلس تصرف كانه هو عدو الديمقراطيه والوطن والدستور والقوانين، فيبي لها تاكيد العمليه هذه. تجربتك براك، عشان نبدي يعني من البدايه ونفصل بالموضوع، تجربتك هالمره يعني خلني اقول الارقام براك، كانت متدنيه، كنت الثامن وطلعت الثامن بعدها ونزلت إلى المركز التاسع بعد طعن. سفرتك ومرضك في ذاك الوقت له دور، ليش نزلت أرقام نبيل الفضل أو نزل ترتيبه بالانتخابات؟ أنا ما أضر إيش كذا نزل ما نزل، هذا يعني لا شك اللي تسويه خلال فترة انتخابات له دور، في بالإضافة لتاريخك مع الناس مع الناخبين. أنا يمكن في الانتخابات اللي فاتت بحكم الظروف اللي صارت ما تابعت العمل الانتخابي، يعني سافرت سجلت اسمي وسافرت. نعم. سويت لقاء لقاءين سافرت ورجعت بس حق الانتخاب. هذا القياب لا شك انه له دور، بس انا سعيد جدا في النتيجه بغض النظر عن نجاح ولا سقوط. ليش محمد؟ لان انا اؤمن ان انا دخلتي المجلس كلها عشان اتي في اشياء جديده تطور من الحياه البرلمانيه والدستوريه في الموضوع. انا ما ابحث عنه، هو خلق الناخب الصح. نعم. الناخب اللي ينتخب لأنه مقتنع بالشخص اللي يريده، لا مصلحة وياه، ولا هي عملية مجاملة ولا أخذ خواطر. نعم. يعني لا أروح حق أحد بدوانيته ولا أمر عليهم بعزة ولا بزواج، ماكو أي نوع من هذا الروابط، ولا أني واعدهم بخدمات. كل يعرف شنو موقفي. أنا عندي خطاب محدد، شغلات قاعد أتكلم عنها، يمكن مرات وايد اجريسيف يصير عند البعض. هذا انا الان. اذا انت تؤمن في هذا الدور، تريد هذا الدور، اتي تنتخبه بغض النظر عن مدى صحته بالنسبه للاخرين. ولكن لو كل واحد، كل ناخب عندك ينتخب النائب ماله من هالنوع من القناعات، انت وين تختلف عندك الديمقراطيه عن الوضع السيء اللي احنا نزرنا فيه 50 سنه من التوهان؟ تريد انسان، يعني ابي اتمنى ان اللي جاي ينتخبني انا بهذه الطريقة وبهذه القناعات، نفس الناخب اللي ينتخب خصمي أو ينتخب واحد أنا مختلف وياه تماما، مثل العم أحمد السعدون ولا مسلم البراك، ينتخبه لنفس القناعات، ينتخبه لأنه مقتنع أنه هو الصح وأنا الغلط بالطريقة هذه، مو ينتخبون لأسباب ما لها أي علاقة في الأداء. هذا الآن عشان شيء مرة يمكن في مع سكوب ومع أحد المحطات قلت لهم أنا افتخر بالناخبين اللي انتخبوا، واتمنى ان هذول هم القدوه المفروض الاخرين ينتخبون مثلهم، مو ينتخبون نبيل، ينتخبون من يريدون بس على هذه الاسس. نعم. يا ريت نخلق هذا النموذج. الان غيابي لا شك له دور في موضوع الناس اللي صوتت وياك ولا مو وياك، بس انا بالنسبه لي يعني بالنهايه قناعات الناس. نعم. قناعات الناس اللي بيقررونه. وفي موضوع الانتخابات ترى الاول والعاشر نفس الشيء. نعم. الطعن وراك، لما طلعت النتائج نبيل الفضل المركز ال11، قلت ما راح اطعن بالانتخابات،
بعدها في سفرك فجأة نائب نبيل الفضل طعن في انتخابات مجلس الأمة، تحسفت، شنو اللي تغير؟ ليش طعنت؟ اوكي خلينا ناخذها من البداية. طلعت من الكويت راجع المصح اللي كنت فيه في اسبانيا قبل ان تطلع النتائج. ليه اليوم انتخابات صحيح؟ يوم انتخابات بس انا انتخبت جيت بس لان عيب ما اجي انتخب فيت انتخبت ورجعت سافرت. نعم. وصلت ترانزيت اعتقد كنا في اسطنبول جتني المسجات في النتائج. نعم. وان الاخ اسامه الطاحوس كان ناجح. بعت رساله حق اسامه لا تزال موجوده بتليفونه. مبروك لا تحاتي ما راح اطعن الله يوفقك. نعم. والله ما مداني اوصل الطياره واحنا راجعين لداق لي اسامه تشكر واعتبر نفسك موجود هذا بعدين يا ابو براك انت متنبئ لي بهالمكان. كلامه صحيح لان انا الانتخابات اللي قبلها التقيت في اسامه يعني في يبارك لي فيها فقلت له اسامه ترى انا حدي مجلس واحد. نعم. مجلس لياي ابيك تاخذ كرسي. لا بس حدك مجلس واحد ليش؟ يعني 4 سنوات اعتقد كافي ما صح ما مجالسنا كلها ما تطولها حتى دور نعقد. نعم. فقاعد اقول له الكلام هذا وفعلا كنت متبني حق اسامه فلميت النتيجه كان ناتشرال بالنسبه لي شيء طبيعي ما كلش ما في اشكاليه وهذا الموقف مالي واللي اعلنت على اساسه انت ماكو طعن. نعم. للاسف صارت احداث عقبها يعني ضغوط من كل صوب اطعن اطعن النتائج فيها غلط في كذا وكنت مكلب ما ابي اطعن لين واحد والله ما اعرف اسمه عارف انه من بيت غنبر بس ما ادري ما اذكر اسمه الاولي. نعم. اتصل فيني كان يقول لي ابو براك انا احد ناخبينك فلان قنبر يا اهلا وسهلا قال انا ولد عمي في لجنه الداخل في لجنه الانتخابات في الداخليه واداره الانتخابات في الداخليه ترى انت ناجح. قلت له ادري. شلون تدري؟ جايتني اخبار انا في خطا في الجمع تحدث. قلت له ادري. شو يقول لي زين دامك تدري عيل اطعن. قلت له ما راح اطعن. شو يقول لي ايش هو بكيفك؟ نعم. شو يقول لي مو بكيفك؟ شو اقول حق ام العيوز اللي طلعتها وهي صايمه صكت الظهر برمضان علشان تصوت لك؟ هني حسيت انه واحد صكني كف على وجهي. قلت له سلم لي عليها احبها على راسها واقول لها بشري خير. وعاني في لحظه ان انا النجاح ما نجاح مو يعني بالذات في الانتخابات هذه ما لي اي دور فيه. بتاتا ما لي اي دور فيه، يعني الناس حتى الان الحين يقولوا يتصلون يقولوا ابن مبارك مبارك على شنو؟ شو اللي سويته علشان انتخب؟ هذا صوت الناس، هذا خيار الناس، مو من حقي ان انا اوقف ضد خيارهم. خاصة ان اللي اكتشفته طبعا من الناس الاخوان اللي دقوا وهذا ان لو انا ما اطعن واحد ثاني يطعن كان الاخ عبد الله معيوف يطعن كنت اقول له عبد الله معيوف يطعن فتبين النتائج اتضح ان هناك خلل في القانون. صح انه مالك اي طلع ان عبد الله طلع العاشر وانا طلعت الثاني يعطون عبد الله العاشر انا ما يعطوني ليش؟ لانك انت ما طعنت. صحيح. يا كارثه الحين انا انتم اخطاتوا كمشرفين على الانتخابات وبعدين اكتشفتوا خطاكم وانا افقد حقي لان انا ما طعنت وايد بايخه في خلل كبير واضح في القانون يعني ما يصير افرض ان انا لما سمعت النتائج طقيت جوازي ورحت البرازيل وقعدت لي شهرين ورديت ولا فيه خطا في النتائج والله حضرتك تاخرت ما طعنت فبالتالي شو الحكي هذا؟ شو الحكي هذا؟ انا يمكن تقول لي انت تفقد لانك انت ما اشتكيت على محمد لما اخطا عليك بس انا مو محمد اللي اخطا علي انتوا اللي اخطاتوا علي انتوا اللي مشرفين على الانتخابات اخطاتوا علي انت تحرمني لان انا ما اشتكيت؟ ما انا ما شفت لها منطق. صحيح. فبالتالي يعني هذه الظروف وهذا الكلام الاخ هذا غنبر اللي قال لي خلاني وقف خبرتهم دقيت على الاخ اسامه الطاحوس وقلت له يا اسامه صار كيت وكيت 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 وانا مضطر ارجع. قال كان جدا متفهم اسامه. قلت له ترى انا ماني طاعن فيك ما قاعد اطعن في اسامه قاعد اطعن في نتيجه الانتخابات كلها. نعم وانت ما طلعت المركز العاشر طلعت التاسع. إيه قاعد اقول لك يعني بغض النظر انا مو مطعن في الاخ اسامه بتاتا بالعكس انا جدا اتمنى ان اسامه يرجع للمجلس. فهذه القصه اللي صار ما هي عمليه تحسف ولا ما تحسف صارت لها ظروف يعني انا اكو اخوان قضاه تقول لي ما يصير ما تشتكي لان في خطا صار ولازم يتعدل هذا الخطا لازم تشتكي. فهذه الاسباب اللي خلتني ارجع اشتكي. نعم. بس اهمها الاخ قبل اروح حق المجلس وهذا نتكلم شوي عن قانون الانتخابات خصوصا انك اشتكيت يعني
عانيت من هذه المشكله. في طبعا نواب سابقين كثيرين، يعني ما تحضرني ذاك يمكن سعد بن حماد، واعتقد عبد الله عجمي بالخامسه، وعسكر يمكن في الرابعه، نفس المشكله. قانون انتخابات براك او حتى قانون او العمليه الانتخابيه كلها، سواء الجمع وغيرها، هذا كله يبي له اعاده نظر. والله محمد انا من المجلس اللي فات كان القانون جاهز مقدمه، وقال اجله خلنا نخلص من المحكمة الدستورية والحكم من المحكمة الدستورية. نعم. فأجلته صار حكم المحكمة الدستورية، حل أبطل المجلس. القانون جاهز، عملت عليه شوية تعديلات وراح أقدمه بعد القسم مباشرة. هو أول قانون راح أقدمه في المجلس هذا هو قانون إصلاح العملية الانتخابية. أخطاء كثيرة لا نريد أن نقبل فيها، قضية الفرز اليدوي هذه، وأنا أخطر ما في انتخاباتنا تدري شنو محمد؟ أن أنا خليت قضاة الكويت في موقع الشك والاتهام. صحيح. لأن أطلب منهم أن هم يفرزون، وإذا صار خطأ أنا قاعد أطعن في قرارهم وأطعن في النتائج اللي هم طلعوه. ما يجوز. وكأنك بطريقة غير مباشرة تطعن في نزاهة. ما يجوز طبعاً. لا يجوز يا جماعة، لا تعرضوا قضاتنا للبهدلة هذه. أنا أفهم أن قاضي يكون موجود للإشراف على الانتخابات ليتأكد من أنك أنت محمد أنت مسجل هني أنت يتصوت، بس غير هذا يقعد يفرز محمد مصوت حقه ونبيل مصوت حقه. لا يجوز، هاي شغل محاسبين. قد يكون قاضي موجود ليشرف على أن العملية صح، بس ما يمسك شيء بإيده ولا يطلع أرقام. هذا واحد. اثنين، أنا في العصر هذا في 2014 الحين أبي أروح أدور يدوي ما يدوي آلي، وإذا صار في حاجة لإعادة فرز ماشي أسوي إعادة فرز. محاسبين، كاميرا فوق راسه، يفتحها ورقة ورقة، الكل يشوفها على الشاشة إن هذا نبيل هذا محمد، ويعيد الفرز وينحسب حساب. القاضي مجرد إشراف، بس مو يجي هو علشان يعتمد الأرقام هذه. ما يجوز، لأن باجي إذا صار في خلل، ودائما أي عمل يدوي في خطأ بشري. صحيح. في نسبة، ايش حق أنا أعرض قضاتي للموقف هذا؟ مرفوض الكلام هذا بالمرة. بعدين اذا صار في خلل وخطا من 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 اللجان الفرز هذه، ايش حق يتحملها الناخب او المرشح؟ هم يتحملون يصلحون اذا في غلط. في اشياء كثيره راح نوقف عمليه الخربطه اللي مرينا فيها مثلا في عمليه السمعه وما سمعه. ما يجوز. يعني القاضي يحكم بالقانون ولا يصنع القانون. احنا مرينا فتره قاموا يصنعون قانون. حطينا لجنه مالت اللجنه الحمد لله المحكمه السوريه طلعتها هي قامت تصنع القانون وهي تنفذه. شو الحكي هذا؟ شو الحكي؟ فهذه الاشياء كلها ان شاء الله تفادى. على كل حال يعني هو بالنهايه محمد الناس دائما تطور من تشريعاتها ومن قوانينها بناء على الحياه العمليه والاخطاء اللي تكتشف. كل قانون في الدنيا تحطه لازم الوقت يثبت لك شنو المثالب اللي فيه عشان تصلحها. فاعتقد هذه من اولى الاشياء اللي راح اصلحها. لا نتمنى لاي مرشح كويتي ان يمر بنفس التجربه اللي مرينا فيها واللي مروا فيها القيادة. نعم. اعتقد يعني هالملف يغلق. اذا عندك اي شيء فيه، اي كلمه فيه، الرساله الناخبين. بالمناسبه قالوا ليش ما سويت حفل استقبال بعد نتيجه بعد فوزك بالانتخابات الحين؟ راحت مزتها. يعني انت قاعد تتكلم سالفه صار لها خمسة اشهر. ها؟ خمسة اشهر ما بين الحكم من الحكم من طلعت النتيجه الاوليه ولا انت صلحت. يعني الناس تعت ما نخلق. احنا على كل حال كان يمكن اهم شيء بالنسبه لي جد انا يعني اكثر مره اقول لهم بتباركون حق احد باركوا حق الناخبين. انا بالنسبه لي بس هديت الفوز مره وياكم مع سكوب حق مبارك دويله وحق عبد الرزاق الشايجي. ايش معنى؟ لان عبد الرزاق الشايجي قام يصرخ من قمه راس المحلل العبقري هذا بانه ما ينجح سافر ما ينجح. لا ينجح غصبا عليك، لان هذه اراده الناس، لا هي ارادتك ولا هي ارادتي. هذا رقم واحد. روح اعرف شلون تحلل، خل اطلع لك اخطائك تحليلاتك والمتاهات اللي داش فيها، بس لانك حاط لك الحين يعني تفهم ما تفهم. هذا واحد. الثاني الاخ مبارك دويله اول شيء سواه كتب مقال بعد الانتخابات قال درت الدواوين. ما انا اعرف يعني العلاقات الاجتماعيه خرطي مو ذاك الشيء زايد، انه لفيت الدواوين والكل كان فرحان لان نبيل سقط، او يعني بدون اسم سقط. نبيل نجح غصبا عنك وعن دواوينك، وما نجح بشجاعته ولا برداك، لا نجح بصوات الناس اللي تبيه. في الدار الثالثة. يا مبارك انت نزلت انتخابات اقبلوا فيك، ضحكت عليهم اول مرة، ثاني مرة مشوك اهلك وجماعتك. نبيل مو اهله وجماعته، ناخبين دائرته، هم اللي نجحوا مرة واثنين وثلاثة. فلا تقارن نفسك وخر. انا افتخر فيهم وهم ما افتخر فيك انت. نعم.
تركيبة مجلس المهم براك شلون شايفها الآن بعد ما انتهت؟ خلاص المجلس الآن خلينا نقول استقر أو ضمن استمراره على الأقل لأربع سنوات إذا ما حصل شيء وحل المجلس، لكن الآن يعني الناس كانوا يعيبون على المجلس، خلينا نتكلم في صراحة، الناس كانوا يعيبون على المجلس ست شهور بدون أي تشريع، يعني حتى قالوا بعض المجلس الحالي، البعض قال لنا سابقة لأن ما في مجلس أمة مر بست أشهر حتى ما طلع قانون واحد، البعض يعني أعطى المجلس عذر أنه خايفين من حكم المحكمة الأبطال عدم الاستقرار وغيره. أنت رأيك أدائهم إلى الآن؟ خلنا ناخذ المجلس في موازنة. نعم. عندك مجلس 2012 المبطل الأول، وأكو 2012 ديسمبر، وأكو 2013. نعم. مجلس العصابة مالت الأغلبية مال 2012 كان كارثة، دكتاتورية الراي هذه اللي كانت موجودة أخطر شيء مر على الكويت، والحمد لله اللي أبطل. نعم. المجلس الثاني يا نقيض تماما عكس المجلس الأول، صح تماما نقيض، وكان يعني يمكن أحسن مجلس مر في تاريخ الحكومات بالتعاون، بس كان في نقص اللي هو أنا قلت أكثر من مرة أن أنا لما أوقف في المجلس في الصالة أشوف أن ماكو ولا عازمي ولا مطيري، في شيء غلط، في شيء غلط، لأن هذول من المكونات الأساسية في المجتمع، ما يصير أنهم خارج تمثيل الأمة في المجلس، وهذه كانت تعاب، مع أن هم مو موجودين بخيارهم ولأن أحد منعهم، أي هم كانت مقاطعة فيه، ولكن من الناحية العملية أنا كنت أشعر أن هذا شيء مو صحيح. صار إبطال مرة أخرى. يا المجلس هذا ميزته أن نفس المجلس اللي قبل مع الإضافات دخول الإخوان العوازم والمطراء كمل النسيج الاجتماعي فيه. الآن هل هذا المجلس كوبي من المجلس اللي قبله ولا كوبي من مجلس الأغلبية؟ أنا أعتقد لا هذه ولا هذه. بروح ولا إيه يعني غير وايد أحسن من مال الأغلبية، وربما أسنع من اللي قبله بحكم التشكيلة، يعني جميع أطياف المجتمع موجودة فيه. الآن أداءه إلى حد الآن مو معقولة ستة أشهر ماكو ولا، ولكن تعال نتكلم بواقعية، من الستة أشهر نتكلم عنها مو أقل من ستة أشهر تقريبا خمسة شهور منهم ثلاث شهور راحت في إجازة طويلة ما بين دور العقد والعقد، فأنت تتكلم عن شهرين، ومع هذا شهرين تحول هذا المجلس من مجلس تشريعي إلى مجلس نقابي بحت. صحيح، بس استجوابات. محمد أعتقد هناك سبب، أنت طالع من أول تجربة في إبطال، تجربة ثانية في إبطال، ومهدد بإبطال، فالعالم قاعدة وما تدري شو بيصير. أنت الحين الاستقرار السياسي تحتاج للبناء، فما بالك الاستقرار في الوجود أنت مستمر غيره، فيخلق لك ربكة، وبالتالي قد يكون هذا السبب الرئيسي في كثرة الاستجوابات. مو سبب وحيد، كثير منهم يحاول انه يبين انه هو يعني شو نيابي عشان الانتخابات، يعني انا على الاقل لو باكر حلوا المجلس ارجع اقول انا سويت، انا انتخبت، لان كانوا يعيبون على المجلس قبل انا ما في ما له مخالب على قولتهم، فانا بوري مخالب. انا اعتقد يعني الثقافه مالت مخالب اصلا ثقافه غبيه، لانك انت اساسا سلطه تشريعيه اولا بعدين رقابيه. صحيح. فبس اكو انطباعات تترك عند الناس، اكو ناس تتصور ان هذه طبيعه الاشياء وهي مو طبيعه الاشياء. على كل حال فهذه تركت انطباع عند كثيرين ربما في انه لا لازم نبين ان احنا قدها، لازم نقدم استجواب. على كل حال هذا احد الاسباب الرئيسيه، اكو اسباب اخرى جانبيه مثلا ان واحد جايك يبي بس يدمر التجربه هذه، لا يريدها. انا اشوف من النواب الموجودين الحين، النواب الموجودين حاليا سالفه انك تقدم لي استجواب من ثاني يوم من تقسم الحكومه، هذا قشمرة يعني ثاني يوم من بدء دور العقان انت مقدم لي استجواب عشان برنامج عمل ما قدمه. ما دخل برنامج العمل، برنامج العمل عمره ما كان محدد بمده، كلمه فورا لا تعني شيء. انا عملت لهم جدول في مره 200 يوم ما تقدم شو اسمه برنامج العمل، خلط اصلا حتى برنامج العمل، مو ما يعرفوا يفرقون ما بين الخطه وما بين برنامج العمل.
يا اخي هدي طق بريك، يعني هذا مو جاي عشان يتفاهم، جاي يدعم يدعم يدعم، روح ادعم طق له طوفه. هو اللي تعور اللي صار بالمجلس، بما انه يعني جبنا طال الاستجواب، اللي صار البعض عاب على السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الامه، قال يعني افقد الاستجواب اصلا قيمته، شنو مجلس امه يصوت على على استبعاد محاور من الاستجواب، يقول له اصعد بس اقرا المقدمه، يعني انت شنو تقول حق النائب؟ انا اعتقد ان هذا اللي انقال مو هذا اللي انقال. شوف، من الاخطاء الجسيمه للحكومات السابقه ولمجالس الامه في تاريخ مجالس الامه ان قدامهم شيء غير دستوري واضح في عدم دستوريته، ومع هذا النخوة وعزة النفس ومش عارف شنو والموائمة، أنا دائما أقول يقدمون الموائمة السياسية على الملائمة الدستورية، هذه أخطر أنواع الممارسات. ليش؟ أنك تقول هو غير دستوري ولكن الموائمة السياسية تحتم علينا إجابه، لا ما تحتم عليك أنك تجاوبه، الحرام حرام انتهى، ترفضه وانتهى الموضوع. زين؟ فاليوم انت لا تشير انت لصعود الشيخ جان مبارك المنصه، اي لا صعوده الى ان في شيء غير دستوري، استجواب غير دستوري، هو الدكتور ولا كلهم قالوا مو دستوري بس بنجاوب. اذا تقول غير دستوري تطلع جواب غلط، انا اروح اصوت بالمجلس واشيل المحاور مالت الاستجواب؟ اي لا اشيلها لسبب، لان ليش امارس شيء غير دستوري؟ خلي يكون عندنا فهم واضح. مبارك خلني اقاطعك بس، لما يعني الرئيس مرزوق الغانم يقول هذه سنه حميده، وانا اختصرت الدوره الطويله انها تروح لجنه تشريع، لجنه تشريع تصوت عليها وقد تحيلها المحكمه وترد، فاحنا اختصرناها وصوتنا بالمجلس، هذه سابقه ما صارت. يعني خالك شوف كونها سابقه مو معناته انا مخالف للدستور، انتبه. شوف خلنا ناخذ مفهوم الاستجواب نفسه، اداه الاستجواب اداه ممنوحه للنائب يستخدمها وقت ما شاء في اي موضوع شاء. نعم. ما عندنا خلاف عليها. خلافنا وين فيه؟ خلافنا في الفهم الخاطئ اللي مورس المدة ان من حقها وما حد يوقف بيها، انا اقول كلام فاضي. ليش كلام فاضي؟ لا لا، النائب اللحظة اللي يقدم فيها استجواب انتهى دوره، يوقف بالربعة وينطر قرار المجلس. انا اذكر علي ممكن تذكرها لما كان في استجواب من الاخ احمد المليفي حق سمو الرئيس ناصر محمد. والمجلس كله واقف ضده. صح. ويحاولون فيه، ما حدش حق احاول فيه. انا ضده وشايف انه في خطا وموائمته السياسيه ما هي زينه، اوقفه. انا كمجلس اوقفه، اجله، احذفه، القيه، من حق المجلس يسوي ما يريد. بس انت قاعد تسلب حق نائب ما باكر. لا نرجع لحق حق الامه اولى ولا حق النائب؟ مال الامه هي اللي وصلت النائب. الامه من يمثلها؟ نائب ولا المجلس؟ من يمثل الامه؟ المجلس نائب ولا مجلس؟ مجلس. فالمجلس اذا قرر رغما عن انف النائب يصغي له. هذه النقطة المشكلة. بس خلينا نرجع مثلا مجلس 2012 المبطل الأول مثلا. يعني خلينا نضرب مثال في النائب محمد زويهل في ذاك الوقت. كان تقريبا 35 نائب ضده. عدل. فمعناته لما راح استجوب وزير الداخلية كان يقدرون 35 يسوون نفس اللي سووه. كانوا يقدرون طبعا. معناته ليش وصلوا الناخبين المجلس أمه عشان ما قدر يصير ما قاعد أقول قاعد أتكلم إذا كان استجوابه غير دستوري، وأنت الحين مو قضية مزاج، أنا قاعد أقول في لا دستورية. زين، في مخاطر وموائمة سياسية، انت مرات يمكن الاستجواب دستوري ما في مشكلة، ولكن تبعاته راح تؤدي لي إلى أزمة مع دول خارجية في لها قياس، موائمة سياسية محددة. إذا أنا شفت أأجل فيه مثل ما قلت لك، الأولى هو خيار الأمة وليس خيار الفرد. إحنا بالعكس، إحنا اللي سويناه خلقنا ديكتاتورية تحت قبة برلمانية، ما يصير. تحت ظل الديمقراطية خلقنا ديكتاتوريين. النائب بكيفه، ما حد يحاسبه، ما حد يحاكي، شو الحكي هذا؟ وين قاعدوا بيت ابوه؟ هذا بيت امه، مصلحه الامه تاتي قبله وقبل مصالحه هو. انا قاعد اقيس على الاساس هذا، فاذا اتفقت اراده الامه بالتصويت ما له حد، ما يفتح حلجه، يعترض يطق راسه بالطوفه ما يقي، وهذا ينطبق على اي واحد. في قرار للمجلس، هي بالنهايه بتروح اللجنه التشريعيه، عشان تروح اللجنه التشريعيه المجلس لازم يصوت بالموافقه على اللجنه التشريعيه. راح اللجنه التشريعيه، اللجنه التشريعيه وقالت غير دستوري، المجلس يصوت ويقول دستوري، ورغم عن انفه يمشي، فبالتالي قضيه تصويت. احنا عدمنا التصويت هذا وما حطينا الحساب وشلبنا في حق العضو، حق العضو يقدم استجوابه بس. ماشي، خلني انا كعضو
خلني اخذ حقي في هذه الدوره لما تلف يلف الاستجواب من اللجنه هذا، على الاقل انا ابدي اشرح استجوابي، اوضح ان انا استجوابي دستوري. تعال تعال اسمح لي اسمح لي، انا اذا قاعد اقول لك انت مشكلتي وياك مو جديه استجوابك من عدم يا صحيح، قاعد اقول لك انه غير دستوري، غير دستوري، يعني ماكو واحد يجرؤ انه يوقف ويقول دستوري استجواب قدم بعد شهر بعد يومين من افتتاح المجلس، ما يصير محمد، واضح عدم دستوريته، ما في مجال للشك، فانا اضيع وقتي على شنو؟ تتفق مع الرئيس انه سنه حميده؟ اتفق مو مع الرئيس، اتفق مع رئيس الوزراء في ان هذا ما يصير. زين؟ وغلطان رئيس الوزراء لما قام وطلع الاستجواب الثاني وقال عندي غير دستوري بس بطلع اعلمكم في وين انتم غلطانين. تصرفك صح، اعطيتهم محاضره ووقفوا قدامك مثل الطلبه قدام ناظر وشرحت لهم الخطا في فهمهم وعدم دقه استجوابهم، ماشي، ولكنك انت ما تطلع على المنصه بما انه هو غير دستوري باعترافك. اي واحد اي رئيس يقول ان هذا غير دستوري، اي شيء تقول غير دستوري ما تجاوبه، ما تطلع. انتهى الموضوع، ما تطلع، روح اي اتجاه، تبي تصويت مباشر، تبي لجنه تشريعيه، تبي محكمه دستورية، ما تطلع. احنا اللي ذبحنا طول هالمده هذه رضوخ الحكومات المتتاليه على المسير مع النائب او مع المجلس في استجوابات غير دستوريه. هذا اللي دمر النظام الديمقراطي بالكويت. ما يجوز. غير دستوري يعني حرام، حرام وخل عنه. لا تقعد تطلعي مبررات، ما في مبرر، بتاتا ما في مبرر. هذا صار عندك كل طالع استجواباتك اللي فاتت كلها قائمه على اللا دستوريه. حتى في الممارسه يعني مشكلتك داخل الاستجواب نفسه في لوائح مكتوبه، لغه الخطاب ولغه الكلام والاحترام والكذا، وهم بط كل واحد يشلخ في العالم وساكتين له، والله حقه، من قال لك حقه؟ حقه يروح ياخذ بيته بومه في بيت الامه. بيت الامه اللي يحكمه التصويت. اذا كل النواب هذول او غالبيتهم موافقين على هذا التصرف خلي يصوتون. يوافقون على التصرف، من حقه يصير، بس اذا النواب صوتوا العكس ما يملك من امره شيء. وهذا اللي صار. يعني تخيل الحين انه جاي يستجوب استجواب غير دستوري والمجلس صوت معه استجوابه، ما تقدر تسوي شيء. صحيح ايش قاعد اقول لك؟ لان احنا عندنا مشكله اخرى في الكويت، ان انا كناخب ما اقدر احاسب نائب مالي على مخالفته للدستور. ما اقدر، ايش اسوي؟ انطر 4 سنين عشان اتذكر اني ما صوت له؟ يا ريت يفتحون الباب، وهذا انا قدمته كمقترح، راح احاول اقدمه كقانون، يا ريت يفتحون الباب للمواطن العادي انه يشتكي على النائب او الوزير اذا خالف الدستور، يروح دايركت للمحكمه الدستوريه ويصير في عقوبات. اذا الخربطه اللي قاعد تصير، يعني نوابنا من بدات الديمقراطيه بالكويت الحال ما عندهم شغله الا انهم يسيئون ويخالفون مواد الدستور، واول اول ماده يخالفونها القسم نفسه، يزيدون كل واحد يزيد عليه وينقص منه. الخرابيط هذه الى متى الفوضى؟ هذه الى متى الفوضى؟ ايش حق احط لكم دستور اذا تبي تختلفون بتوخرون عنه؟ ما يصير. فيعني اكو مثل بالانجليزي وايد حلو يقول يو كانت ايت ذا كيك اند كيب ات ذا سيم، ما تقدر تاكل من الكيكه وتحافظ على شكلها. صحيح. احنا ربعنا قاعد يسوون كذي، يبون شكل ديمقراطي وهم قرمون في الكيكه، ما يصير، راحت الكيكه انتلفت. انت اللي قاعد يسوونه الحين. ابي اوقف الشيء هذا. ما كله تسمح للمواطن العادي انه يشتكي عليهم وانه يصير في عقوبه، وان العضو ممكن يخسر منصبه لانه خالف الدستور، الوزير يخسر منصبه لانه خالف الدستور اذا اثبت عليه. سو كذي وشوف شلون تعدلون. راح تشوف شلون تعدلون، ما عليك، هذا كل واحد فيهم يقسم مني ويطلع يخالف الدستور من هناك. نعم. بناخذ فاصل وراك ونريحك فيه بعد الفاصل. اي انا بروحي مريض. ما تشوف شر ان شاء الله. فاصل مشاهدينا الكرام، ويعني بالمناسبه بالفاصل هذه البرامج الجديده، دوره البرامج الجديده في سكوب راح تبدا ان شاء الله ب5/1، يعني الديكورات ما شاء الله شغالين عليها، عشان كذي احنا طالعين في الديكور الجميل هذا، ما قصروا الشباب. نتمنى ان شاء الله ان دورة البرامج تحوز على رضاكم، والبرامج كلها اللي سأل عن بعيدة وسعود، ان شاء الله بعيدة وسعود على شهر 2 اذا الله سهل، يعني واحد تدرون شايب واحد متين لازم يسوي عمليات ويسوي شغلة، الله يشافيهم اثنين ان شاء الله يعافيهم ويرد سعود بسلامة. حياك الله براك، ونرحب في كل من انضم لنا. الشباب يدقون على بالهم قاعدين بدواني رحب فينا قاعد نطالعك، تحيه لكل الربع اللي قاعد يتابعونا خصوصا عبد اللطيف، تحيه لك وحياكم الله، شكرا على متابعتنا. براك، يعني سؤال طرب بالي وانت قاعد تتكلم عن مجلس الامه، خلينا نتكلم عن المجلس المبطل الثاني. المجلس المبطل الثاني انت قلت كان يعني نوعا ما صديق للحكومه، كان ارض خصبه على قولتك للحكومه سواء للتشريعات او القوانين. اتضح ان
ما تقدمت للأسف في أو ما تنفذت قوانين سووها بس الحكومة ما نفذتها ثلاث أربع قوانين. عموما عشان نتكلم عن المجلس لابد أن نتكلم عن علي الراشد الرئيس. علي الراشد الرئيس المجلس المبطل نائب علي الراشد صرح قبلها بيوم فيصل مسلم قال لي علي الراشد راح تعرف قدرك عندهم إن عند السلطة والنظام أو الحكومة في شكل عام. وصار تحققت خلينا نقول نبوءة فيصل المسلم وعلي الراشد ما أخذ رئاسة مجلس الأمة. تعليقك أنت على الأحداث. يعني ما أعطي فيصل يعني كفو تكون عنده نبوءة ما نبوءة كلام فاضي. أول شيء علي الراشد ألف نعم. أنا أتكلم عنه كصديق كزميل وكصحفي مراقب للأداء السياسي. لا فيصل المسلم ولا ربع اللي وياه كلهم يبون ظفر اللي سواه علي حق بلده وحق أحد حق ديرته. هذا أججن شارع وهذا يهدي البلد. فلا من المقارنة هذه. المهمة السياسية في اختيار علي من عدمها ما لها علاقة في موضوع علي. لا جملة راح تعرف قدرك عندهم. لا يعني هذا مو مقياس. هذا مقياس سخيف. بتعرف قدرك عندهم. يعني طاح قدر أحمد السعدون لما نجح جازم الخرافي. شو المنطق هذا؟ هذه مناصب مو دائمة. هذول عايشين كذي عندهم مثل كسرة من يستلم المنصب بعد ما يهدل الميت. ماكو هالحكي هذا. انزين؟ في منافس علي مثل ما أخذها بجدارة آخرين يأخذونها بجدارة. في ظروف كثيرة تحتم المسار. بس أصوات الحكومة يعني بس أصوات الحكومة هي كانت. معليش بس يعني محمد أنا أكثر مرة قلت لو أنا كنت موجود في المجلس لصوت حق علي. ولكن يتفهم ان الحكومه لاسبابها راحت. يعني كان شوف رغم كل الجو الزين اللي كان في المجلس كان هناك جو مو زين ما بين الرئيسين رئيس المجلس ورئيس الحكومه. رئيس المجلس ما كان في انسجام. وقلت الكلام هذا اكثر من مره. يمكن هذا السبب الرئيسي في شيء اللي صار. وما اضر في الاخ علي اكثر من اي شيء ثاني بعض الناس اللي حوله اللي محسوبون عليه اللي هم ديزاستر. يعني مشكلة مو مشكلة علي بس سوء حظ ان هذول دار مدارة فانعكست عليه نواب. اي بعض النواب وبعض الناشطين انه كانوا انعكاس سيء عليه للأسف. فقدنا علي كرئيس ما فقدنا علي كقيمة برلمانية موجود. ليش الكلام الفاضي هذا؟ اللي يقدر يسوي علي كرئاسة يقدر يسوي كنائب ونتطلع لشيء هذا. فبالتالي هذا الحكي يعني ماخذ خيره الشماته وما شماته هذه. زين هذا أنية للرئاسه ولا للمجلس اللي يستحقها وعندك الكفاءات. وايد ناس اللي وصلوا للمجلس وكل واحد فتح لي بلعومه يوها بالقش وبالبوق وتوزيع العلامات وكل خربطه بالدنيا. كل شيء في اسفاف اخلاقي سووه علشان يوصلوا للمجلس. فيعني لا يعني قارنون عيب ان نقارن عليه بهالاشياء. بس تجربه الحكومه يعني ايضا الناس يقولون وخلنا انقل لك يعني هذا على الاقل ما تداوله العامه في تويتر قالوا الحكومه يعني بالكويتي مو كفو من يوقف معها تقط ربعها. دائما اللي يوقف مع الحكومه تقطع على صغر بينما تحترم الخصوم. الحين ربما ايش دخل علي في الموضوع؟ ان علي وقف معها. لا معلش هل هذا شيء خطا علي؟ نفترض الحكومة كلها بايعة ربعها ورايح حق الأغراب ولا حق الأعداء ذنب علي؟ فأنت ايش حاجة تطنز على علي وشوف قدرك وما تشوف قدرك الكلام السخيف هذا؟ يعني أنا قاعد أتكلم عن علي هنا. الحكومة أخطاء وايد. الحكومة لو ما أخطأها ما طلعت لك هالأشكال وهالمعارضة والحراك والخرابيط هذه. هذا نتاج رداءة العمل الحكومي على مر السنوات أن يطلعوا لك هالحركات السخيفة هذه عندك. زين انت ترعى الجرثومه اللي قاعده تقضي عليك. هذا دور الحكومات الكويتيه اللي صارت. انا ما اختلف على هذه. حتى المنطق والعقل ما يقبل انه مع احترام تقدير لعمر زق الغانم اكيد رئيس مجلس الامه لكن ايضا المنطق والعقل ما يقبل ان نفس الحكومه اللي اصدرت مرسوم الصوت الواحد قاطع عمر زق الغانم ترجع نفس الحكومه تزكي عمر زق الغانم رئيسا في اصواته. انا لا انكر ان حتى انا زعلت على مرزوق في انه قاطع ولكن الرجل كان صاحب موقف قال الى ان تقرر المحكمه الدستوريه. نعم ما راح اشارك في شك عندي شك في ان الدستوري وغير الدستوري انطر المحكمه الدستوريه. اشرف مليون في الميه من اللي طعن في المحكمه الدستوريه كلها. هذا الرجل اتخذ موقف كان عنده شك زين ان المرسوم ربما يكون غير دستوري صدر
قرار المحكمة الدستورية انتهت بالنسبة له، لكن شرطك على الثانيين اللي شايفين نفسهم فوق المحكمة، فوق المرسوم الضرورة، فوق كل شيء، واحنا مقاطعين. انت قاطع، الله لا يردك، قاطع فكه زين. يعني شنو المشكلة فيها؟ من اللي خسر؟ اللي خسر منه الذكاء وينه؟ وين المخ مالكم؟ تعتقد خسروا هم؟ خسروا؟ احنا ممكن اللي اخرتها اكبر حنجرة فيهم تصريحاتهم من موقف سيارات عقب ما كان يحطون المئات والعشرات من الناس، هذه نهايته. فما في مجال يعني ترى المقارنة. أخطأ في رأيي أنا، في رأيي أنا متواضع، أنه كان غلطان أنه قاطع. مرزوق كان غلطان أنه قاطع، بس الرجال قال أنا مقاطع إلى أن تثبت المحكمة الدستورية. هني لما هي غارة بالناس اللي رافضين حكم المحكمة الدستورية حتى قبل أن يصدر، صاحب السمو جلالة قدره قال أنا أحتكم المحكمة الدستورية. صحيح. انت يا مرزوق قال نفس الشيء، الفرق ان احنا هني دخلنا في انتخابات وقال انا انطر نشوف حكم المحكمه الدستوريه. صدر حكم المحكمه الدستوريه، رجع الرجل على هدي السبيل وانتهينا. بدل العناد اللي مال الاخوان هذول. فعلى كل حال يعني مثل ما قلت لك، ترجع مره ثانيه، اذا كان في خطر من الحكومه في ان اختارت لها واحد مو بالوفاء اللي كان فيه علي الراشد، ربما مو غلط علي الراشد. غلطوني؟ لا مو غلطه علي الراشد، غلطه الحكومه. انت بنفسك قاعد تقول الحكومه قاعده تروح توقف مع اعدائها وما اعدائها، هذا مشكله انت، هذه نظرتك. لا مو نظرتي، انا قاعد انقل لك. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي نظره الناس اللي قاعده تقول بالضبط، لما علي الراشد، لما علي الراشد يقدم شيء للبلد هو مؤمن فيه، انا ما اظن ان علي الراشد كقيمه ابو فيصل يبي شيء بالمقابل. انا رجل عنف. انا ما بتاتا ما ايش قاعد اقول لك. انا الريال يعني انظر له نظره جدا عاليه وقيمه، تقييم عالي، وعلشان شيء قاعد يقول عمليه المقارنه والكلام السخيف اللي انقال. لكن هم قلت لك هذا اللي يتداول، يعني الناس تقول هالكلام هذا وما وفي نفس الوقت نختلف عن راشد بعد تصريحاته. انا اختلفت وياه لما صرح قال سيبطل المجلس. اي اختلفت وياه، بس انا لا اقلل من قيمه علي الراشد كقيمه برلمانيه واخلاقيه موجوده في مجلس الامه. عيب اصلا تقليل من هذا. نعم. رجل عطاءاته ما حد ينكرها لبلده. نعم. بو براك، عندنا محاور كثيره، عندنا الحواش النيابي اللي الان وهذا، لكن خليني اروح لك على مجلس الامه قبل هذا. ايضا الناس يسالون الحين اللجان البرلمانيه شنو مصيرها؟ انت نائب يعني لسوء حظك ما دخلت من الاول شيء، لان كان في خطا. الان على اللجان شنو ممكن يصير؟ هل تدش اللجان اللي طلع اللجان منها؟ اللي كان فيها الاخ اسامه اذا كانت تصلح لي. نعم. ما ادري حتى شنو اللجان اللي كان فيها، بس يعني انت كونك انت عضو باللجنه لا يمنع حضورك اللجنه اذا عندك موضوع تحديد اي لجنه فيهم. نعم. تستاذن وتكون موجود ومرات تشرح حتى القانون اللي انت مقدمه لهم. نعم. فما تفرق وايد. بعدين هذه كل سنه ترجع تتغير. كل دور انعقاد قبل سنه مره. نعم. فما فيها غلط. يعني اوكي ضاع وقت، صار لها خمس اشهر ماكو شيء. صحيح. بعدين بقق عيوننا ونطالع. صارت على رده على موضوع اللجان مو مشكله. نعم. شفنا اليوم استقاله النائب عبد الله طريجي من لجنه الاذاعات، يعني هم كانوا مهتمين في القضيه، خصوصا عبد الله طريجي ورياض العدساني كانوا يعني يحسبون من كتله الاغلبيه في مجلس 2012 اللي رفعوا لواء قاضي الاذاعات وغيره. اليوم شفنا استقالته مسببه اكيد قال نظرا يعني بالكويتي الهواش اللي قاعد يصير، تبادل تصريحات بين يعني بشكل صريح علي العمير ورياض عدساني، مع التحيه لهم. ترك واستقال لجنه الاذاعات. يعني انت كنت احد المطالبين انه يرجع تحقيق الاذاعات من 2009، انما من 2006 وطالبت فيها، اعتقد تكلمت فيها مجلس الامه وتحققت. الان لجنه الاذاعات استقاله الطريجي، اذا طلعت عليها او قريتها رايك فيها؟ اللي صاير تراشق نيابي بين علي العمير ورياض العدساني، ايضا رايك فيه؟ اتهام العدساني للعمير انه ماخذ شاليه على حساب الحكومه واعطيته وغيره. طبعا العمير انكر كل هالكلام وحط الادله في تويتر. انت رايك؟ لا شوف، اتهامات سخيفه وارجع لك اياها، بس الطريجي لم يقتصر في استقالته على موضوع الخلاف اللي صاير ما بين التسريبات وغيره. التسريبات كلامه صحيح، من نص اللائحه ان اجتماعات اللجان سريه. لما وهذه الممارسه الخطا، يطلع لك العضو عقب الاجتماع ويسترد على العالم شو اللي صار في اللجنه. ما يجوز يا جماعه. اذا تذكر اول مره سووا لجنه حق المكلسن. المكلسن صح، كان يراسها الاخ سعود الحماد، وكان متحمس
وحماسه كان كل مره يطلع يقول سوينا كذي حققنا كذي. انذروا مره مرتين بعدين كنسلوها كلها اللجنه كلها ابطلت، مو بس هو اللجنه كلها ابطلت، لان لا يجوز. فمن الناحيه هذه عبد الله الطريجي تصرفه صح، من ناحيه اخناق ما بين النواب اخناق يصير، ولكن ان واحد يعني في مقام انت يا رياض صانعي تكلم لي على نزاهه ونظافه علي العمير صعبه، وايد صعبه. يعني علي العمير نختلف وياه في اشياء كثيره، ما حد يشكك في نزاهه الرجل ونظافه ايده، رقم واحد تاريخ، تاريخ مو قصه يوم ولا يومين، هذا واحد. اثنين الرجل شال انت كل شاليهات الكويت بالنهايه تعود ملكيتها لمن؟ الحكومه ملك الدوله. صحيح. فكل اللي يملكون شاليهات لهم تعاقد مع الدوله لتاجير الارض هذه اللي ممكن الدوله تستدعيها في اي وقت. انت تروح شريت لك شاليه من نبيل، دفعت فلوسك حق نبيل، لكن لك لازم تروح تسوي العقد الجديد الان باسمك، لان نبيل ما راح يدفع عنك هذه، انت راح تدفعها، فالعقد اللي كان باسم نبيل راح تحول باسمك. هذا اللي صار. وش دخل هذه في موضوع نزاهه ولا تعاون؟ هو قال مخالفه للدستور وتنفيذ حط الماده ولا فاهم شنو الدستور أعتقد. ولا فاهم شنو الدستور، الدستور ما يمنع النائب من دخول مناقصه، مناقصه مع الحكومه طول ما لها مناقصه عامه، ما يستفيد من وضعه علشان ياخذ اولويه على الغير. هذه الفكره كلها، روح القانون جاي على الاساس هذا، انك انت مو لانك انت نائب تروح تاخذ حق نبيل ومحمد لانهم هم نواب، ما يجوز. هذه الفكره. بس انت اليوم اشاريت لك باكر يا خور ولا مزرعه، ما اعطتني الحكومه، علي العمير لو معطينا مثل ما اعطوا غيره كان ما راح احتاج اشتريها من الناس، راح اشترى له شاليه، فراح الرجال شراها من حرماله. الحين نفس السالفه، شرى باكر مزرعه هم لازم يغير الاسم، الوثيقه اللي عنده ملك الدوله، بيجينا بعد رياض الصانع رياض العدسان يسوي له سالفه. شو الحكي هذا؟ شو الحكي هذا؟ بس يعني العمير الحمد لله يمكن الرجل الله راضي عليه انه تطبق عليك كلام المتنبي، اذا اتتك مذمتي. زين ايش تحجون عليه؟ ايش تحجون عليه؟ هو اعتقد خلافه مبلش من لجنه الاذاعه. ما لي شغل خلافه وين؟ مو هذا الكلام. العدساني يقول ان العمير قاعد يخش عنه وثائق او ما يطلع عليها او شيء كذي، يعني قاعد يعطل عمل. هذا مو سبب في انك انت تطعن في نزاهه الرجل. هذا مو سبب، اختلف وياه. العمير انا اختلفت وياه. على موضوع رفع الحصانه، ما رفع الحصانه ما يقلل من احترامي للريال، ومرجعيا نرجع له اصلا. شو الحكي هذا؟ ماكو، احنا عندنا ناس ثقافتهم جايه لازم يصبغ كل شيء باللون الاسود، لانه هو جاي من السواد، فهي يصبغ كل شيء باللون الاسود عشان يشعر انه ات هوم. ما يصير يبا، الحكي هذا غير مقبول. واذا سكت لك العمير احنا ما نسكت لك، لا هو ولا غيره. على طاري السكوت، طبعا تحيه للنائب علي العمير ابو عاصم وايضا العتساني ابو براك. السكوت يقول لك نبيل الفضل هو المتحدث الرسمي باسم الحكومه، مو شيخ محمد عبد الله. اي واحد تعرض الحكومه نطلع نبيل الفضل ودافع. لين متى الناس مو واصلينك عشان تدافع عن الحكومه؟ ليش ما تتكلم عن الناس؟ ادافع عن الحكومه لما تكون الحكومه مظلومه في الاتهام اللي توجه لها. زين انا قال طول عمري قاعد اقول لهم خلونا احنا نصلح نفسنا، احنا نصلح خطنا قبل لا نحاسب العالم. احنا قاعد نتصرف غلط كنواب، انت قاعد تصرف كمواطنين قاعد تصرف غلط، وبس تعال نبي لنا شباحه نعلق عليها. ما يصير هذا الباب. مو والله الحكومه غلطه، انت اقول لك حكومه تاريخها كله السابق توقف مع خصومها، شو استفاد نبيل انه واقف يدافع عن الحكومه؟ شو اللي بيستفيد نبيل موقف يدافع عن الحكومه؟ إيه ليش دافع؟ بس يا حبيبي ادافع لان الكلام اللي قاعد تقوله غلط، مو لانهم صح. ما همني هم صح، وياما وقفنا وياهم في موضوع، مو وياهم، وقفنا ضد الناس اللي مخاصمينهم وراحوا سووا اللي يبونه الخصوم. ياما صح ولا لا؟ اي صح. هم كذي، هم رداية، انا ما اكون ردي لانهم رداية، انا لازم اغير قناعاتي؟ ما انا بغير قناعاتي. لا يعني اسف على المصطلح، بس انت ايش عليك منهم؟ كيف؟ خليها ايش علي منهم؟ انت نائب بالنهاية. شو ايش علي منهم؟ حكومة الكويت، حكومة الكويت ما عليها. عندها ناطق رسمي المفروض يدافع عنها. عندهم شيخ محمد عبد الله المفروض يطلع يدافع، بدل لا يقول السمنة تعطل التنمية والتصاريح ما ادري شلون صايرة، خليه يدافع. روح حاسبه، انا ما يطلع دافع عن الحكومه لانه والله هم يجاوبون. انا قاعد اقول لك انت لا تتكلم بالغلط، انا ما ارد عليك، كيفك؟ يا عم توجهوا لهم اتهامات صح في مكانها، شو ترد؟ ما لي شغل، مو دوري اني ارد عن احد محدد، بس لما تظلم انسان زين. انا شكفي علي العمير. اي ليش؟ انا يا شكلي يعني وياهم سلف ولا اصلي وراه بالمسجد ولا شنو؟ بس الحق حق،
ما يجوز الكلام هذا، سواء صار مع الأمير ولا مع أي شخص آخر في مكانه. فأنا أوقف مع اللي أشوفه صح، مو مع أنه والله هذا من هالطرف ولا هذا من ذاك الطرف، ما همني. أيضاً الحين توني بهاللحظة هذه قاعد أخطئ العدساني وقاعد أقول لك عبد الله طريجي صح، مو اثنيناتهم أنت بنفسك توك تقول مع الكتلة الأغلبية، ما فرق عندي من أي كتلة، هذا تصرفه صحيح تصرفه خاطئ، فحكم عليه من الطريقة هذه، مو لأنه كان مع كتلة ومو مع كتلة، ما همني وين كان. يعني تنتقد الوزراء ما انت ما عندك مشكله؟ مثل ما ينتقد الوزراء يا رجل، انت شلك فيه؟ تورني كم واحد في مجلس الامه عنده قضايا على رئيس مجلس الوزراء؟ انا عندي قضيتين على رئيس على ابطال المجلس على رئيس الوزراء بصفته بالمحاكم كهي موجوده. في في شيء تختلف عليه لانك تدري انك وياه علاقته، في شيء تشوف انه هو ريال مظلوم توقف وياه لا اكثر ولا اقل، ما هو دفاعا عنهم. زين ورزق غانم أيضا قاعد دافع عن ورزق غانم، يعني براك قاعد يعيبون عليك نبيل بس يدافع، يعني لا تهاجم بس يا أخي تفرغ لنا، مو شغلك بالحكومة. شنو اللي عندك أنت بغيته مظلومية أنا ما دافعت عنها؟ أتفرغ لك في شنو؟ قول لي، تبي واسطة حكومة ما عندي، زين؟ بس قول لي شنو الشيء اللي يهم المواطن ورفع لي إياه أحد وأنا ما تبنيته عشان تعتب؟ إنما قاعد أشوف شيء غلط. تعرض حق هجمه ما لها معنى مرزوق ووقت الغلط انتقدته قبل واستمر في انتقاده وهو في موقع الان يعني لازم يتقبل النقد ما عندي خلاف نعم. بس في فرق بين النقد والمسخره اللي يمارسونها البعض عليه ما تجوز احنا بالنهايه هذا رئيسنا ما راح تغير هذا رئيسنا فعملت محاوله اذلاله ولا اسقاط من قيمته اسقاط قيمتنا كلنا صحيح فهذا الشيء اللي انا اوقف ضده اوقف ضد المبدا ما هو عشان الشخص شو اللي يبي الشخص هو مرزوق القانون ملسون اكثر منه يقدر يدافع عن نفسه بعد اقول لك الحكومه اقول يعني كل سكوني ماكو حد يتحكى يعني ما مو محتاج حد يدافع عنه مرزوق اخر واحد يحتاج حد يدافع عنه انزين التشريعات اللي قدمها نبيل الفضل ما اذا بين الكاميرا 45 تقريبا تشريع قدمه نبيل الفضل القوانين في المجلس المبطل الأول والثاني بعضها رأى النور بعضها ما رأى النور لا واحد اثنين اللي رأوا النور بس اي بسبب يعني خلينا نقول المجلس المبطل الأول كانت بفعل فاعل بس لا المجلس الأول انسى هذه أغلبها يد في المجلس الثاني وبراك القوانين يعني خلينا أيضا نذكرها شوف التاريخ. كمان اللي يعني ترى من أحد أسباب عدم خروجها القوانين الأولوية اللي حطوها في المجلس اللي فات يا اخي كانت الماليه كلها فلوس إيه؟ قضيه الماليه الاداء يعني من العصب الرئيسي في مجلس الامه اللجنه الماليه واللجنه التشريعيه صحيح عطوا اولويات حق اشياء اساسا ما كانت اولويات إيه يعني المشكله انت تطالع سوينا هذا صندوق الاسره خبص الدنيا كل الوقت راح على صندوق الاسره والحين ما طبق اصلا يعني. والناس اللي متبنينه ما في حياتهم ايام الانتخابات فتحوا حلجهم على صندوق اسره بالعكس الناس اللي كانوا يتكلمون عن انه لازم تعطون لازم تدفعون عن المطلوبين زين ما صار لهم اي دور في الموضوع هذا ولا حد استشارهم صحيح. بس انهم كانوا يبون من المبدا انه اعطوا ماكو افتح الجيب وقل كل واحد يصير كريم من جيب الحكومه دفعوا يوم هذول تبنوا لي موضوع ما لشق واخرته مشروع فاشل لكن الفشل الحقيقي ماله مو في نتائجه الفشل الحقيقي انه اخر النظر في عدة مشاريع كثير من المشاريع على رأس البي او تي وقف بي او تي اذا ما مر كل قوانينك الباقي خرطي ما اقدر اسوي شيء صح يعني نتكلم على قوانين اقتصادية على قوانين تحسين اسلوب الحياة الادارة كلها ما ممكن تصير ما عندي قانون بي او تي قانون بي او تي صح ولا قدم ولا اليوم اولوية المجلس الحين الاسكان الحين بعد قلت لك الحين صارت يعني اول ما بلشوا كان اولويه وجاهز وكذا الحين شوفوا طخوا ما تصير يا جماعه هذا اولويه لان كل مشاريعك سواء على الاسكانيه الصحيه غيرها كلها جايه معتمده على موضوع البي او تي اذا ما عندك مفهوم البي او تي نعم ماكو فايده زين المقترحات القانون براك يعني انا شخصيا تفائلت لما طلع الحكم مع ولا قصورهم باقي النواب لان ادري ان نبيل الفضل يقدم قوانين يقدم اقتراحات ال 45 هل راح تعيد تقديمهم ولا في حزمه قوانين اخرى وتشريعات اخرى شنو رؤيه نبيل الفضل اليوم اربع سنين خال المجلس مستمر ان شاء الله القوانين كلها راح ترجع مره ثانيه
الاولويات والدز على في عده قوانين راح تاخذ اولويه على غيرها نحاول نخلصها. متفائل بان النهج الان راح يكون نهج افضل بعد ما خلصنا من ازمه الرعب مال المجلس. اعتقد راح تحول الدفه الى التشريع، الناس قاعده تطالب التشريع. وبالتالي يعني انت اليوم وصلت مرحله ما عاد مقبول للناس اي عذر من المجلس او من الحكومه على عدم انجاز، يبون انجاز. انجاز المجلس في التشريعات، انجاز الحكومه في التنفيذ. اذا احنا راح نهمل في التشريع العالم راح تحاسبنا، واتمنى مثل ما قلت لك انه يكون في محاسبه مباشره بدل انطر 4 سنين وبعدين قرر. هذا كلام خرطي مع يا عم ناس اخطاء وعقب 4 سنين الناس نسيت. الحكومه كذلك ما عاد في عذر عندها في تاخير اي نوع من المشاريع. نعم زين، الحكومه رايك في هذه الحكومه المستقله، رايك في اداء وزرائها؟ واليوم المانشيت مال جريده السياسه يقول ان في ركض او سباق، ما ادري شنو المصطلح بالضبط، ان هناك تسابق على ان في ناس راغبين في التوزير. يعني كلامهم صحيح بس مو دقيق. شلون؟ انا اقول لك شلون. شوف، اول شيء حكومتك هذه الاخيره كوزراء كل واحد لحاله تاخذ تقيمه، ما القى اخطاء في اي واحد فيها، كلهم زينين بالخلفيه، كلهم زينين. انا بالنسبه لي كلهم زينين في ظل الظروف اللي انت فيها. انت في ظروف المنصب الوزاري منصب طارد. نعم. انت عم تبي لك واحد زين، يا اما وزير سابق زين، يا اما واحد جديد بتدخل الوزاره زين. الجديد بتدخله زين، شلون بتعرف انه زين؟ لان الشغل اللي هو فيه اختصاصه اللي كان دكتور جراح مهندس غير زين فيه. اتيه الان تقول له تعال وزير، يقول لك طز فيك ما بيك. حد شغله اللي انا زين فيه ومرتاح منه عشان اصير وياك وزير وما ادري ايش كثر اطول ولا اضمن كرامتي اقدر اني احميها، ماني جايك. لان هذه الممارسه السيئه اللي استمرت على مدى العقود خلت المنصب هذا منصب طارد. طارد حق منه؟ طارد حق الكفاءه. بس شلايتيه وايد، 60 واحد يبي بشتو يلا جواز باسبور خاص، وباكر انا وزير سابق ولين اموت عندي اسمه عندي جواز. وايدين كذي ناس، هذا ما يسوى شيء. يعني هذا اللي يتسابقون هذول ما من وراهم فايده. انا بالناس اللي انا اركض وراه علشان اصير وزير، هذول قله وقله تنفر من الدخول في الحكومه. شغله ما هي سهله ترى، بتاتا شغله ما هي سهله. زين التشكيل، يعني متفائل في حكومه تصمد 4 سنوات مثلا تنفذ، حكومه يعني تغير الواقع؟ انا اعتقد المرحله هذه مرحله مفصليه بالنسبه للنظام الكويتي ككل. اذا ما تحقق انجازات ملموسه ما بين الحكومه ايا كانت والمجلس، هناك خطا في نظامنا العام. مو خطأ في الحكومة ولا خطأ في المجلس، لا، خطأ في نظامنا العام، هناك شيء خطأ. هذه شوف مثل الخطأ اللي موجود في ان احنا زدنا جرعة الأدوات الرقابية، في مقابلها شو اللي زاد؟ زاد البوق. شلون؟ يعني انت الحين كل قاعد يتحلطم على الفساد، كل قاعد يتحلطم مناقصات وباقي المناقصات. طب المناقصات قاعدة تمر على فتوى تشريع، وتمر على الإدارة المالية في وزارة المالية، تمر على لجنة المناقصات، زين؟ كل هالادوات الرقابيه عليها وقاعد يصير فيها بوق. في خلل في النظام اللي احنا مسوينه. انا شو يفيدني لما احط هالانظمه هذه وباكر مشاريع التاخر؟ وشوف اعطيك مثال جيد محمد. بعض المشاريع اللي تبناها الديوان الاميري خلصت ما شاء الله بسرعه. كذي مو بس خلصت، شوف هندسه معماريه من ارغى شيء. صحيح. والله هذا في مستشفى اللي سواه الدكتور فوزي ابل صاحب السمو في مسالك البوليه، ودك تروح بس تمشي تشوفه. اي والله شفته، سواء كان متحف المبنى ولا حتى برا الحديقه والترتيب كله 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 متحف. الدش ينشرح صدرك في المكان. ومثل هذا في احمد، في مركز صباح الاحمد، في شو اسمه، في الاميري. نعم. طالع الاميري شلون صاير؟ يطالع هذا يا اخي، طالع مشروع الصاله الاميريه في المطار. صحيح. اللي سواه شيخ ناصر محمد لأول مرة، أمراء المنطقة يسألون من وين؟ شلون سويتوها؟ هذه كلها تمت خارج
رخيص وكويس وانزل الاسعار والكلام الفاضي هذا اللي احنا عايشين عليه. إيه ليش ليش نطلب تدخل الديوان الاميري؟ انا خليني اقول لك ليش. سبب بسيط جدا، نفس المشروع هذا لو ندازه عن طريق الاجراءات العاديه كان لا خلص لما الحين، وهو قاعد يحوس كتابكم كتابنا، وفوق هذا بينزلونا من القيمه الصح والجانب الجمالي والجانب الفني والجانب الشكلي الى انزل الاسعار. هذا اللي بيروحوا له. الكويت ما دمرها الا سالفه انزل الاسعار. شوفوا في اعضاء لجنه المناقصات اذا انزل اسعار تاري اوامر تغييريه اكثر من قيمه الاسعار. لا لا لا، احنا قاعد نتكلم من الاصل في خطا. نعم. وش اللي يخلي لك اوامر تغييريه؟ لان اساسا قاعد ياخذها بخساره. انت شوف اعضاء لجان المناقصات كلهم على مدى السنوات لما يجي يشتري سياره حق ولده ياخذ له مرسيدس بي ام دبليو، ياخذ سياره حق الحكومه ياخذ له ديهاتسو هاينداي. ليش؟ اذا كانت المرسيدس زينه خذها حق الحكومه. الكويتيين من الله خلقهم يقولون غالي رخيص، ايش معنى لما يصير شغله حق المال العام لا دور الرخيص اللي يطيح حظه. ماني عارف ليش بلد تدفع للعالم عشان تبني واحنا نبني أسوأ شيء حق البلد. من هذا الفكر الغبي هذا هو اللي موصل للسالفه هذه. كل منشاتنا الحكوميه تلفانه ما تطول وانهارت. ثلاث ارباعهم اجار بعد. قاعد اقول لك هذا غير اجار، هذا اللي قاعد يبنونه مشاكل. في خطا في النظام مالنا. في خطا فادح في النظام مالنا. ليش نسوي؟ شلون نغير الواقع هذا؟ ما ادري. انا ذاك اليوم اقول حق احد الوزراء قلت له تبون تنجزون؟ قال لي تخالفوا القانون. ها. والله كان قال لي شو خالف؟ قلت له شوف كل الاشياء اللي تمت خارج الاطر مالتنا هذه من الامثله اللي قلناها. قلت له الحين انت لو تجي تسوي لك شيء تبي تنجزه، تبي تبني مستشفى. رحت باكر وقعت مع احد الشركات الكبيره تعال سوي المستشفى، لا مريت لا لجنه مناقصات ولا الخبصه هذه كلها ولا ديوان محاسبه. زين؟ شو اللي بيصير؟ يطير الوزير. لا لا ما يطير الوزير، اصبر هدي شويه بس. ديوان محاسبه بيرفع فيك مذكره مخالفه. من اللي بيحاسبك؟ مجلس الامه. صحيح. مجلس الامه لن يحاسبك. السبب بسيط جدا، اذا انت بتنجز شيء لمصلحه الناس حتى لو مخالف القانون انجزه. انا شو يفيدني الالتزام بالقانون اذا ما في اي نوع من الانجاز؟ اي بصراحه بس فراح التفع القانون يعني واسوي على بالي. تعال تعال مو التفع القانون، انا قاعد اشوف قدامي قانون عاجز قاعد ياخر، اكو الضرورات تحل المحرمات. اذا انا عندي شغله مو قانوني مو دستوريا. شو مو دستوريا؟ شلون دستوريا؟ اروح انا اغير القانون عشان والله بسوي. انا ما اغير القانون، ما قاعد اغير قانون، قاعد التفع القانون. إيه؟ ابي اخالف القانون عشان محمد. خليني اعطيك انا مثال اخر، هالكلام يمكن قلته اكثر من مره. انا عندي في الدنتل ورك هذا الاسنان الناس تنطر 8 اشهر. صح. صح ولا مو صح؟ اذا عندك مشكله اسنان تعرفها. صح. لو يقوم وزير الصحه ويجيب له 30 وحده متنقله من اوروبا الشرقيه تعاقد مباشر، يجيبهم ويوزعهم على المناطق ويقول يلا اللي عنده مشكله دنتل ولا تاخير خليه يروح، وخليهم سنه سنه ونص يغطون لي هذا الجاب عشان ترجع الامور الى طبيعتها، بعدين قلت توكل على الله، وراح اوقع ويا هذول جابهم لا مناقصه لا اعلان لا شيء. من بيحاسبه؟ هل انت بتحاسبه كمواطن؟ بتقول له غلطان؟ لا صح. عشان تستلم القانون؟ ما انا بستلم القانون بمشي بالاجراءات مالتهم، انت قاعد تشوف. اذا انت يا حكومه قولي انا عندي هالازمه، المشكله الحكومه حتى ما تحكي. قولي انا عندي مشكله في قوانينكم عدلوها لي عشان اشتغل. مليون في المية، مليون في المية لازم هم يسوون، بس انا قاعد اقول لك الشيء العملي، انت تعال شوف يا رجل قوانينك ايش قاعد تسوي، انت في 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 ذهنية خلل. انا اتكلم مجلس المبطل الاول. احنا انا في لجنة الميزانيات نقعد مع مدير الجامعة شدادية من 250 صار في مليار ونص. صح. ويبونها توصل الى 3 مليارات. قلت له دكتور عبد اللطيف انا لو اجيب هارفرد بكبرها من امريكا بكبرها طابوقة طابوقة من امريكا بالطيارة ويعيد بناها ما تكلفني 3 مليار من صدقكم انتوا، بس هذا اللي قاعد يصير. انزين الحين هذا الخلل والتأخير ويقومون لك ابطال الاغلبيه في المجلس ويرغمون الحكومه انها توافق على انشاء جامعه جديده والله على ابو اسم الشيخ جابر. يا بابا الحين انا هذا مقاول ما قاعد ينجز في وقته، قاعد يتاخر، قاعد يكلف، ايش حق ارجع له مره ثانيه اقول له تعال ابن لي بيت ثاني؟ يعني اكو مخ؟ ماكو مخ. ليش؟ لان انا اقول لهم بدال الحوسه هذه اقول له يا يبا افتح الباب هذا حق القطاع الخاص يا ابني ويدرس، وانت يا حكومه تعهد بشراء الكراسي. ولا الحكومه خلت توكل على الله وتقضب كل شيء حق الديوان الاميري ونخلص. يعني ما تقدر تقضب كل شيء حق الديوان الاميري. ماكو فائده وبراك ما قاعد نشوف شيء على الديوان الاميري. لن يستطيع
دول امير لان يستطيع كمان على قدراتهم، ترى جزاهم الله الف خير على اللي قادرين يسوونه، لان اكو حاجات مثل الحين مستشفى الجهره بلشوا فيه، لو بتهد على اجراءاتهم كان لما الحين بعد ما خلصنا الحين مناقصتكم مناقصتنا وانت ماشي. يعني ايش اللي قاعد اقول؟ اذا تسوي دراسه الحين، انت مشرع بيدك هالشيء، اذا وصلنا للجماعة هل راح تحاول تغير هذه القوانين او الواقع اللي قاعد نعيش الواقع؟ مليون في المية بنحاول نغير فيها، مع هذا دور اللجنه الماليه، يعني درسنا وياهم موضوع لجنه المناقصات وغيرها. محمد بالنهايه انت مرات مثل ما قلت لك الضروره تبيح المحظورات. في عندي اشياء انا متاخره خالف القانون يا حكومه، انا ما قاعد اقول لك غير القانون، اقول لك خالف القانون الى ان تخلص الموضوع هذا، بعدين ارجع على الاسلوب مالك. طوروا في قوانينكم علشان ما تاخر الناس، الناس ما هي مستعده تسمع مره ثانيه الدوره المستنديه، ما هي مستعده تنطر تحت الدراسه. يعني انا سمعت انا سمعت سمع اذني من احد الوزراء بدون ذكر اسمه، قال احنا مشكلتنا ان على ما نطلع العقود الحكوميه اساسا يكتبون من 3 إلى 5 سنين، صار عرف. زي ما انت يا الوزير من غير دام انك تدري انه عرف غير، قول حط له لي بسنه، ليش مشروع ياخذ 3 سنين إلى 5 سنين؟ يعني هو يقول لك وعارف المشكله عارف، بس ما يبادرون. ربعي مصيبتهم ماكو مبادره. مليون في المية، مليون في المية خطأهم، مليون في المية خطأهم. بس الحين انا ما قاعد ادور لي شماعه عشان اعلق عليها المشاكل، انا قاعد اقول نبي ننجز، نبي حل، نبي حل. ما يهمني انت الحين بتقول لي ابوك حرمان، اقول انت الحين بالقوانين اللي انت حاطها هذه كلها وانت بنفسك قاعد تقول ابوك حرمانه. يعني هذا مثل الواوية ولا الأغلبية قاعد صار البوق والحرمنة والفساد، مو قاعدين الفساد والمفسدين قاعدين ينبتون تحت ظلكم. الله يخرب بيتكم، شو اللي سويتوه انتم عشان توقفوا الفساد والمفسدين؟ وروني ايش سويتوا عشان توقفوا الفساد. ما الفساد نما تحت خطابكم، شو استفيد انا؟ ما هو تعال افسد بس انتج، بتبوق بوق بس انتج، خل يطلع عندي شيء، ما طلع عندي شيء. الدول اللي وقفوها المحطه الرابعه اللي وقفوها، انت ماشي بوق بس انتج. يعني انت الحين قاعد تبوق وما قاعد تنتج، هم كلامه. انا ما قاعد اقول هذا واقع، بس قاعد اقول لك هم قاعد يقولون بوق 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 فساد، ممتاز. وش النتيجه؟ ماكو انتاج. تعود انتج وبوق ما يخالف. لا تخليني كذي، يعني شو استفيد من السالفه؟ شو استفيد من انك انت نزيه وشريف؟ شو اللي استفدت انا من شرفك ومن نزاهتك لما انت وقفت البلد؟ لما وقفت خطوط الجو الكويتية، وقفت مشاريع النفط، ووقفت وحقول الشمال، شو استفدت من نزاهتك؟ شو اللي استفادت البلد؟ ما يصير، خلونا من الحج الماسخ هذا. نعم. زين، دامنا على طاري خطوط الجو الكويتية، قبل اروح حق الشأن الخارجي وحبايبك ربعك الاخوان، بس خلنا على خطوط الجو الكويتية. مشكلة خطوط الجو الكويتية وبراك ادري ان عندك تفاصيلها. شو اللي صار؟ فجأة سامي النصر، فجأة سامي النصر برا المشهد، فجأة يعين مجلس إدارة، فجأة ما احنا ماخذين طيارات، بعدين فجأة هم ناخذ الطيارات من نفس الشركة اللي كنا رافضينها بالأساس. لا ما فهمت. ليش؟ الشركة الهندية قال نفس الشركة وقعوا وياها. ما وقعوا وياها؟ شوف، يعني أنا لموقف محدد من المرسوم نفسه كان في خطأ. مال تعيين. إي يعني خطأ أن وزير المواصلات يعين مجلس إدارة، وبعدين هذا المجلس الإدارة سوف يتبع الهيئة العامة للاستثمار. صح. ما تصير. وقلنا له الكلام هذا. وكان لي رأي، يعني كلام مثبت في كتبته. وقلته في مجلس الأمة. قلته. قلت لهم أنا لو بيركب طيارة أدور طيارة الكابتن أسامي النصف، لأني أثق في قدراته كطيار، ولكن أن يدير الشركة ما أعتقد أنه يملك المؤهلات ولا هذه. ومع هذا إذا مصرين على سامي ما عندنا مانع. ساعدوه في مجلس إدارة أفضل، في ناس يقدرون يفيدون. مؤهل طيار حق مجلس الإدارة مو مؤهل، يعني مهم جدا، لأن لو بالطريقة هذه كان اترس المجلس هذا كله طيارين، الكويتية مليانة طيارين. صح. بس مو هذا، أنا جاي أعمل ريستراكشرنج حق الشركة، وهي المفروض أنها رايحة قطاع خاص. بالضبط. ترى الفكره كلها هي تحويل هذه المؤسسه الى شركه عشان تروح القطاع خاص تخصص، هذا الهدف، وليس تطوير اسطول. تطوير من قبل لما كان اسطولنا زين كان في نيه لتحويلها الى شركه مساهمه او قطاع خاص، يعني تنزل القطاع الخاص. فهني هذا مربط الفرس. الان احتجت انك انت تاخذ طيارات لان اسطولك صار عتيج، بعض الدول راح ترفض طياراتك تنزل، متفهم هذا. زين، انت شركه راح تبيعها، فبالتالي ما تروح تشتري طيارات ثانيه.
لانك انت قاعد تسوي شغلتين، واحد انك انت قاعد تلزم، اول شيء كبرت اللقمه على المستثمر اللي بيجي يشتري. يعني اذا نفترض ان اليوم قيمتها مليار الشركه، انت بتبيعها 30% 300 مليون، لما تتكبرها بعد مليار ثاني صارت حصتها 600 مليون، كبرت اللقمه، خففت عدد الناس اللي مستعده تدش في استثمار بالحجم هذا، رقم واحد. رقم اثنين، اللي انت بتشتري بمليار الان، لما انا هي قيمه ما راح اقيمها بمليار. اي صح. راح اقيمها كم، فانت كمال العام راح تخسر. اللي اهم من هذا، انت اليوم رحت شريت لي طيارات ايرباص، انا ما ابي ايرباص، انا ابي بوينغ. او العكس يعني. كمستثمر، كمستثمر. كمستثمر، انت ليش تضع العراقيل هذه امام المستثمر؟ انت اللي تسويه، انت محتاج اجر. وللتاجير كل اللي كان يحتاج يسويه كابتن سامي انه يرفع التليفون يدق على احمد عبد الله الزبن رئيس الافكو اللي الكويتيه تملك 11% فيها، ويقول له يا ابو عبد الله محتاجين طيارات لفتره هالكثر تاجير، شغلك دورنا اياهم. صك التليفون، هذا قاعد يدبر طيارات ياجرها حق السعوديه وحق الباكستانيه وحق جنوب افريقيا، يدبر لك انت اولى. زين، يروح يطلع لك طيارات وانتهى اجار، تخلص الفتره، المستثمر يجي معاه اجار، ينتهي عقد الاجار، انتهت المشكله، ويروح يشتري اللي يبيه. للاسف ما صار الشيء هذا. راحوا بحثوا، الحين راح حق الشركه الهنديه وبياخذ منهم الخمس طيارات، لو ماجرها ماكو مشكله. بس فجاه انتقلت من عمليه مشترى من اجار الى مشترى. الحين هني انا اطق بريك، بغض النظر عن التبريرات الماديه اللي قاعد يقولها اللي انا ماني مقتنع فيها بتاتا، ولكن يعني سوء حظه. اول شيء انا ضد فكره الشراء رقم واحد، قلت لك اسباب عشان. اثنين، سوء حظه ليس اكثر ولا اقل، انه التوقيت كان يعني مخيف. رقم واحد، اعلن عن شراء طيارات مستعمله من شركه هنديه بعد يوم واحد من اعلان شركات الخليج صرف مليارات على طيارات في معرض دبي للطيران. صحيح. يعني كان كسافه وكسره وجه، كسافه وكسره وجه، حتى لو ان هذا الحل العملي، توقيته من ناحيه كان جدا سيء. اللي اسوء منه بعد زياده، الكلام هذا طلع في وقت كانت الكويت تستضيف مؤتمر العربي الافريقي. صح. اللي الكويت هي توعد ان نسوي استثمارات حق دول افريقيا، قدامها الزعماء 74 زعيم، الكويت اللي تعالوا خلينا نساعده في الدول الافريقيه ونعطيها، رايحه تشتري طيارات سكند هاند من شركه هنديه، شكلها كان جدا بايخ. شكلها كان جدا، عرفت يعني، ففي الشكل وفي المضمون كان في خطا. صار لك خلاف مع وزيرك، خلافك مع وزيرك مو تطلع بالجرايد وتتكلم، ما يجوز. بالنهايه الوزير هذا تصرف الوزير الكندري ايش رايك؟ ما اعتقد كان ضمن صلاحياته. انا ماني مستعد اني انا كوزير باشر احاسب على اللي بيصير منك وما تاخذ كلامي، كلامه في محله، كان في محله، خاصه ان الوزير هذا لقى حاله مو هو اللي مسويها. زين، فهذا اللي صار. نعم. تسمع اليوم ويقول لك والله الكفاءات طفشت من المجلس، ما ماكو احد طفش من المجلس الاداره، خلاف صار ما بين الوزير وبين الرئيس، واحد قدم استقالته والثاني قدم استقالته. بس جمد يعني سامي النصر، هم يعني العيب على وزير الكندري انه انت جمدت سامي النصف، شلون تروح تعين رئيس مجلس الاداره؟ انت جمدته، ما فصلته، ما اقلته. محمد، ما اقدر اجي وادش في التفاصيل القانونيه في الموضوع هذا، ولكن كان واضح انه هو اراد ان يبعده ويشكل له مجلس اداره جديد. مو جديد، اضاف له ناس، هو ما صار جديد، نفس هذا وياب ناس ثانيين وحطهم. القضيه هذه تفاصيلها اليوم في لجنه تحقيق برلمانيه راح تنظر في الموضوع، وانا متاكد اذا كان في خطا اصاب الاخ سامي انه راح يعوض على هذا الخطا ويرجع لحقه، واذا كان الوزير اخطا بيحاسبون الوزير. نعم. في منتهى البساطه، ما يعني الحق ما راح يضيع. نعم. بس الشكل العام مثل ما قلت لك كان بالطريقه هذه. نعم. بنتقل براك بعد فاصل الوضع الخارجي الاقليمي الخارجي اللي قاعد يصير في مصر وغير مصر، وبعدين بالجزء الاخير نرجع مره ثانيه للكويت. بس فاصل ريحك فيه عشان تشرب القهوه، اذا عندك دواء شيء بعد مريض. هي بيلي فاصل مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم. براك. بس المعلومه هذه، البرامج ان شاء الله تبدي من بدايه 5/1 باذن الله مع الدوره الجديده للبرامج. اقول لك بالفاصل يعني نضحك، اقول لك مشكله اللي عدل نومته زياده عن اللزوم، يعني اقوم 5 الفجر الحين اطق روس دايق كل ما اعطوني قهوه. براك الله يكون بالعون. براك الحدث
وما أدراك ما حدث. أنت كيف كان حدث بدون ما أدراك ما حدث؟ عموما حدث أعلن مبارك دويلة قبل فترة على الوطن كانت وانشيت في الصفحة الرئيسية أن حدث ستتحول إلى حزب سياسي. حزب سياسي من بداية العام الجديد يعني أيام بمباركة الحكومة وموافقتها، وأن الحكومة يعني أبدور المسج عشان أقوله بدقة، بس يعني الحكومة ستكون أداة لإقرار هذا الشيء أو الرضا في هذا الشيء. يعني فسر أنه وكأن الحكومة هي اللي راضية، لأنها ما ردت طبعا أكيد، والحكومة هي فعلا تبي قانون الأحزاب. أنت رأيك هل هذا مخالف الدستور؟ مخالف الدستور تحويل حدث من خلينا نقول حركة إلى حزب سياسي؟ واقعيا حزب قائم غير قانوني. نعم. شوف محمد، في الدستور الكويتي ما كنت أتطرق لموضوع الأحزاب، فيه دائما مذكرة تفسيرية جزء من الدستور. زين، هذه يعني اكو باراجراف لازم اقرا لك اياه في بدايه الشرح النظام العام، فيقول لك على ان هذه الفضاء البرلمانيه لم تنسي الدستور عيوب النظام البرلماني التي كشفت عنها التجارب الدستوريه ولم تحجب عن نظره ميزه الاستقرار الذي يعتز به النظام الرئاسي. اشرح لك ليش. نظامنا خلط بين الاثنين. ولعل بيت الداء في علة النظام البرلماني في العالم يكمن في المسؤولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، فهذه المسؤولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفا لمعركة لا هواد فيها بين الأحزاب. هذا كلام مذكرة تفسيرية، بل وتجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك، وليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسا لبناء الأحزاب السياسية في الدولة، بدلا من البرامج والمبادئ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل. وإذ آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية. يعني حذر، قاعد يحذرك تحذيرات مخيفة مغشمرة. ومن ثم ينفرض عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه، مما يفقد المجالس النيابية قوتها والشعب وحدته. لذلك كله كان لا مفر من الاتعاظ بتجارب الدول الأخرى في هذا المضمار، والخروج بالقدر الضروري عن منطق النظام البرلماني البحت، برغم أن النظام الإمارة وراثي. نعم زين، هذا كلام الدستور مو كلامي أنا. البعض يقول أن هذا الكلام في الستينات كانت التجربة غير، اليوم غير، تطورت والله الشعوب. متفق وياكم، مو بس متفق وياكم، أنا من هني من سكوب قلت لهم الدستور فيه أخطاء لازم غيره سبوني، تذكر ولا ما تذكر؟ عدل قال علي الراشد وشنقه يا بابا لا ما اختلف وياكم، محتاجين تعديلات دستورية، ما في روح تعال، بس نمشي عند تعديلات دستورية حسب نص الدستور ماشي، مو كيفنا. تبون تعدلون عدلوا، يلا روحوا حق المادة 174 75 76 وعدلوا، بس مو بمزاجك. زين اليوم بارك غيره لما يقول انه هو راح يعلنه كحزب سياسي رغم انه على قولتك الدستور، والله يعني مبارك ايش يسوي؟ ما حد من يحاسبه، مبارك قاعد يسوي اشياء وايده كثيره مخالفه للقانون، ما حد يحاسبه، هذا موضوع ثاني، بس لا يقول لي اطلعه كقانون يعني ما إيه بمباركه الحكومه بالبو ما يقدر، لا هو ولا حكومته، ابو الحكومه ما يقدر يسمح له، مو الحكومه، ابو الحكومه ما يقدر يسمح له، شو الحكي هذا؟ شنو يسمح له؟ مخالف الدستور بالمره. ما يصرح مني وطريق يعني كقيمة مبارك دويلة جنرال حدث صرح معناته اكيد في جرين لايت ما له قيمة، كلامه كلام بتاتا متعارض مع الدستور، ولا يتم الا بتعديل الدستور، خليه يوقف بعدل الدستور وخليه يستخدم ادوات التعديل الدستور. زين ليش ما نفهم من تصريحه انه يعني له قربه من رئيس الحكومة، يمكن رئيس الحكومة معطي له جرين لايت انه في تعديل، خليه يعطيه اللي يعطيه، ما يقدر يسويها، مو بكيفه، مو بكيف رئيس الحكومة، مو بكيف رئيس الحكومة انه يغير في الدستور، الدستور هذه محاذيره حاطها، قاعد يحذرك بشدة من موضوع الأحزاب. أنت بتي تسوي لك حزب بتخالف القانون، تخالف القانون، عاد الحين الريال اللي بيطبق القانون، إذا العالم إذا حكومتك ما تطبق القانون هذه مشكلة، راح تصير فوضى وكل واحد ياخذ حقه بيده، ما يصير. أنا قاعد أكلمك من ناحية دستورية، أنت سألني ناحية دستورية، ناحية العملية، أنه والله مو مقلد قاعدين يمارسون دور الأحزاب، ما في روح تعال. نعم هذا تصريح دزولي ما قصر اخواني، يقول وعن سؤاله عن هذا مبارك دوله، وعن سؤاله عن آلية التحول الى حزب وسط عدم وجود قانون ينظم ويقنن العمل الحزبي وعدم توافر ادوات للحركه داخل البرلمان لاقراره، قال دويلة نتوقع ان قانون الاحزاب سيفرض نفسه بنفسه.
اي وهو قادم بدون شك، لافتا ان العمل السياسي في البلاد اصبح عبثا ولا يؤدي الى استقرار في العلاقه بين السلطه التنفيذيه والتشريع، عطل تنميه ويخلق تصعيدا سياسيا مستمرا، لذلك لابد من تنظيم العمل السياسي باقرار قانون الاحزاب. فوق نرجع مره ثانيه، قاعد يتكلم عن اقرار قانون، كلامه صح، بغير قانون يصير، مو بكيفك، مو بكيف حكومتك انها تعطيك اللي تريده، غير القانون. اي بس قال فوق، يقول مشيرا ان الحركه الدستوريه الاسلاميه ستتبنى رفع رايه العمل الحزبي، وتمنى ان تتخذ بقيه التيارات السياسيه في البلاد نفس الخطوه باعلان التحول العلني. رافعينه من قبل محمد، شنو جاي توي يعيد اختراع العجله؟ هذا من زمان قايلين الكلام هذا، من زمان متحدثين عن التنظيم الحزبي، مو اول مره يتكلمون. اكثر الناس يبون تنظيم حزبي يعلنونها اشكر انهم حزب، هم ما في لانهم حزب قائم. زين مخالف القانون. التحول اللي الحين نشوفه، يعني الامين العام تغير من ناصر صانع اصبح الان وزير سابق العليم، يعني حركه دستوريه في نيو لوك، رايك؟ لا مو نيو لوك، يعني نفس الوجيه، الكلمة في الامر مدخلين الجانب القبلي بقوه. والسبب رايك؟ ضعف الوضع مالهم، يعني القيادات كلها خرطي مالتهم، القرارات اللي اتخذوها كلها خرطي، كلهم قاعدين يدفعون ثمنها العنجهيه، ولا احنا نقود واحنا ما قد تطلع ماكو شيء، فعلى فاشوش. زين فاكيد قاموا يتضعون، غير هذا ان الاحداث الاقليميه ادت الى تصدع وضعهم، فبالتالي يبي يعيد تشكيله، وهم قادرين على الاشياء هذه، بس حطت الاعلام، يعني ما اعتقد كانت شغله موفقه. حتى اشوف لهم ذاك اليوم صوره محمد الجرايد، هو اعلان على موضوع الامانه العامه مالت الحدث. نعم. صارت فراثه، باركت ولا ولده بنفس الحكي هذا. ما بقى حيب الكويت، بس انت ولدك تصيرون في يعني شوي 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 شوي، انت تقاعد وخل ولدك يدش محلك، بس انت ويا بنفس الوقت يعملون فيهم هواية. مش قاعد اقول لك، يعني شغله فوضى، شغله مصالح خاصه لا اكثر ولا اقل. على كل حال فما اعتقد يعني العليم راح يقدم ويأخر، العليم يعني تاريخه للاسف عند الكويتي وايد سيء في قضيه الداو. داو كيميكال. اي وايد وايد سيء كان. رغم انه دافع عن نفسه، يعني هو الوزير الوحيد بالحكومه اللي طلع دافع عن نفسه في ذاك الوقت. دافع عن نفسه بس ما عرف يدافع صح، ما كان المفروض انه يخلي العقد يحوي هذا النوع من النص. نعم. ولا تفتح حلجه في احتماليات الكلفة على الدولة. نعم. على طاري مبارك زويلة، يعني كنت انت حضرتك وبقية اللي يتكلموا عن نفسك، كنت تقول ان حدث يسعون الى الحكم، وحدث يبون يقلبون نظام الحكم وغيره وغيره، بينما مبارك زويلة اذا الفيديو عندكم جاهز الكنترول، طلع في لقاء في احد القنوات الفضائية وانكر هذا الكلام، وقال يعني جزئية مهمة جدا، ان في الغزو صدام عرض عليهم الحكم، قال تعالوا حكموا، هم قالوا احنا ما نبي، عشان لا يكون الكلام فيه، خلينا نحطه نشوف الكلام وترجع تعلق عليه. تفضل. خصومنا حقيقة مع الأسف الشديد كأن ما لهم خصم إلا الإخوان المسلمين، كان ما لهم خصم الا هالتيار، تيار حركه الدستوريه الاسلاميه، يغضون النظر في السنين الاخيره، تجمع كلهم علينا. ليش؟ حتى دعاه الديمقراطيه يعني الليبراليين نسوا الفساد، ونسوا التجاوزات، ونسوا، صار ما عندهم هم الا الاخوان المسلمين، وهم يعلمون جيدا اخوان الخليج ما عندهم اي طموح للسلطه، ما عندهم طموح للسلطه، لا نبي السلطه يا اخي. ايام الغزو، ايام صدام حسين جانا قال تعالوا احكموا، تعالوا احكموا، صدام حسين قال لكم تعالوا احكموا ورفضتم. رفضنا، كلام بشهاده جاسم العون، فيصل الصانع الله يرحمه، محمود الرومي، جانا وقال تعالوا احكموا. قلنا اعوذ بالله، نحن لا نسال الحكم، نحن لن نقبل الا بكويت يحكمها على الصباح. ليش؟ عندنا قناعه لن تستقر هالديره هذه الا بوجود اسره الحكم. قناعتنا كذي، قناعتنا ما تغيرت ولا زالت القناعة موجودة عندنا. وهم آل الصباح ميزان هذا البلد. نعتقد لو يحكم غير الصباح لن تستقر الديرة. حياكم الله مشاهدينا، شفنا حديث الأخ مبارك دويلة يقول خصومنا كنا ما عندكم شغل، ما في فساد بالبلد، ما في دنيا، ما عندكم إلا الإخوان المسلمين، وقال الإخوان المسلمين، وقال حدث، فالربط يعني هذا ايضا لاول مره يعني من فتره طويله اعترف بن قير ما يشعر بان حدث اخوان مسلمين.
وكان صاحب الدعوة حد اسمه مو هو المسلمين. نعم. فيعني ما يقول مبارك من إنكار والادعاء تعودنا عليه، يعني خلاص هذا مثل انك تستمج المعاده، كل يوم له راي، كل يوم بتكلم نفس المحور يلف ويرجع، مره اسود مره ابيض. نعم، مره يقولون اخوان، مره مو اخوان، مره اخوان مره مو اخوان. الان لا، بس هذا كلام اللي قاعد يقوله كلام خطير. إيه يقول صدام قال لهم تعالوا احكموا الكويت بشهاده العون والروم. خل نعطيك بريك يعني. والرومي رئيس جمعيه الاصلاح بس. لا الاسماء اللي قالها الرومي جماعتكم. الصانع الله يرحمه اذا كان راح، والله يفك عوقه اذا لا يزال حي. جاسم العون شكوا فيكم اخوان جاسم، ما ادري يمكن كان شاهد هذه الحادثه. يعني انا اقول لك شغله، الاخوان المسلمين لو صايره السالفه هذه صج اللي كان عن مبارك كان طنطنوا فيها من 20 سنه. وين لقوا صدام؟ خلنا ناخذ نقطه، السالفه هذه لونها صج كان طنطنوا كان يزعجوا سمانه فيها. انا اول مره اسمع القصه هذه. زين، هذا رقم واحد، ان ياكم قال لكم تعالوا. شغله ثانيه ورفضوا، هم قالوا احنا ما نبي لا للصباح. هذا كلام فاضي، قاعد اقول لك ان القصه مختلقه مخلطي، بس خل انا بصدقه. انا اسئله بس، ان انت صدام قال لكم شلون يعني دز لكم رساله نصيه واتساب فايبر حمامه زاجل وقال لكم يلا ايش رايكم؟ يعني شلون صار وياه؟ ماني عارف. في ذلك اتكلم عن 1990 ها؟ ايه. انزين، غير هذا انت تخبرتوا مع صدام وقلتوا له اي ولا بابا هذا قانون الجزائي دخلك الحبس، مو حبس، هذه اعدام، هذه حكمها اعدام، هذه من الجرائم اللي ما في مجال للقاضي يخفف عنك الاعدام. اذا ثبت عنك الجريمه وانت هنا قاعد تعترف بالتخابر مع عدو، بس صار فوق 23 سنه ما تسقط بالتقادم. هذه ما تسقط، ايش تسقط؟ هذه تهمه خيانه، هذه خيانه عظمى. يتكلم عن الخيانه ذاك اليوم طالع لي عندهم شريط وما شريط والخرابيط، هذه الخيانه. رجال يعترف الان، يعترف بالتلفزيون قدام العالم ان كنا كان لقاء مع صدام وعرض علينا وقلنا له لا ولا يا يبا، وقاعد يقنعونا ليش وما شو الحكي هذا؟ اي قال حق صدام انه ما يبي له الصباح ما عليك ما اذا فعلا لازم يعدم. فيها شهود في العون العون حيرزق الرومي حيرزق. لا الرومي خلي يطلع الرومي يقول الكلام هذا. العون ما اعتقد انه راح يكذب ويقول الكلام، بس حتى العون ما يوهق نفسه يقول والله صدام يانا واحنا قاعد. هذه جريمه قاعد تتخابر مع دوله معاديه، مع نظام معادي محتلك. زين مو هذا مو اثبات الولاء القصه اللي قالها؟ لا مو اثبات ولاء، هذا كذب، عرض عليه هذا كذب وقال وفتر... والله كذب وافتراء. ما عليكم الحكي هذا، ما حد سعى لاسقاط الحكم في الكويت الا هم. ايش بتقص عليه انت مبارك؟ قلم اللي عندك، اذا القلم اللي عندك في كوادرك يصدقونك روح كيفك، لا تضحك علينا. نظام الفكر الاخواني كله قائم على اسقاط الانظمه والاستيلاء عليه، وهذا اللي صار في الدول الاخرى. شو اللي صار؟ ما طلعوا لك شباب واليوتيوب والفيسبوك اللي اسقط حسني؟ من اللي لقط الحكم؟ الاخوان. ليش انت تطلع راس اشرف منهم؟ ما انت تربيتهم، انت شنو؟ انت من تلاميذهم. لا بس ما بس بس هم تونس تونس الجزائر تركيا اللي قاعد يصير في سوريا، منو اللي قاعد ينقلب على الانظمه وياخذها؟ الربيع العربي كله اختراع اخوانشي، كله 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 على بعض اختراع اخوانشي. وكثيرين يقول لك الربيع العربي ياكم، الربيع العربي بدا بالكويت. الربيع العربي بدا بالكويت. اول كلمه ارحل طلعت من الكويت. اي صح. زين؟ كل المظاهرات اللي استخدموها برا مستخدمينها بالكويت. كل شيء تفاصيل. كله استيراد الاخوان، انت قاعد تفلسف لي. الاخوان ما يبون حكم؟ وين في اي بلد الاخوان ما يبون حكم؟ في بلد بالكويت يقول عليك يا رجل، يقول يعني ايش اكثر من قعدوا مع صدام قالوا هاكم الحكم. هذا دليلك على رداءتهم اللي قاعدين مع صدام عشان تفاوضون وياه. هذه جريمه خيانه، هذا هو بلسانه يعترف. انا اول مره اسمع في السالفه هذه. اتمنى من كل قلبي انه يطلع كذاب، ما يطلع صج، يشنقونه يعدم. هذا حكي شل تهور شلينون مالك شل خربطه. يلا خلي يطلع الرومي يقول هذا الكلام صدق، يا عشان نخلص بعد مع الرومي مره واحده، خلينا نفتك. انتوا وقفتوا ضد تحرير الكويت. انتوا وقفتوا ضد تحرير الكويت، من اللي وقف وراح وقع بلاهور؟ ممثلكم ولا ممثل التيار الديمقراطي بالكويت اللي راح وقع وياهم؟ منو؟
شلون هذا؟ منو التيار الديني اللي وقف ضد الكويت وتحريرها كله مو اخوان مسلمين؟ بشهادة المرحوم سعد الناصر. شو اللي خليكم انتم افضل؟ شو اللي تعتقد خليكم؟ انتم صبيان تدفع فلوس، هذا دوركم. حق منو؟ تدفعون حق المرشد، من اللي قاعد يمول؟ احنا كل شغلة ارهابية تمت في العالم هذا يعني كله من ورا رؤوسهم. ماكو قنبلة انفجرت خلال 20 سنة 30 سنة اللي فاتت الا وفيها اصابع اخوان الكويت واموال الكويت. ما في اخوان الكويت، ما في. امس جمعيه الاصلاح مصرحين اللي المفروض انهم محسوبين على الاخوان، شالوا شعار رابعه كان موجود بتويتر على اربع اصابع. ما عندنا اخوان. هذه يبين لك رداءة اخوان الكويت. انا اول ما طلعوا وقالوا لسنا اخوان ولا نمثل الاخوان، قلت لهم انتم ناس جبناء، انتم ناس جبناء. الفلسطينيين الفقراء المساكين مالت حماس قالوا نعتز ونفتخر فيه انتمائنا للاخوان المسلمين، وانتم يا جبناء بسرعه شفتوا ان فيها ارهاب وما ارهاب وخرتوا كل واحد رفع ايده ورجعوا ثاني مره وعدلوا في تصريحهم، ونحن ولا احنا اخوان لكن احنا نمشي على نفس الهدي مال الحسن. يا سلام يا سلام، يعني شنو انتم؟ يعني هم فريق ليبرالي؟ يعني تمشون. شو حكي المصاخه هذه؟ شو حكي المصاخه؟ من تو قد الشغله؟ وانا اقول لك ليش السبب ليش جبناء؟ لانهم الفلوس عندهم، راس المال جبان، راس المال جبان ملايين اللي تحديدهم. انا في محامي الان قاعد يرسل يقول لي اذا كان هذا الكلام قبل الغزو او اثناء الغزو فهو خيانه عظمى، ياكد كلامك. الكلام مشكور ما قصر، محتاج اعرف انا القانون هذا شو حكي هذا؟ نصر قانون الجزاء مينون؟ واحد يقول لي انت خبرت مع العدو؟ حتى لو تقول له ما قلت ما يصير لك حظ انك تخابر، انتوا ارتكبتوا جريمه. يمكن بعد يمكن يعني عرض بويت بشكل غير مباشر، يعني شلون؟ يمكن عرض عليهم مثلا بشكل يقول يانا؟ يقول قعدنا وياه. انا قاعد انا اللي قلت له هو كلامه. احنا عشان ما نحرف لك خل اعطونا الفيديو مره ثانيه لان وراك ترى بدايته ما اسمع، ما عنده سماعه. خل نسمع الفيديو من اول لو نكون دقيقين حتى في النقل عشان ما نظلم احد. يا اوكي سمعت راكبه، تفضل عطنا اياه يلا. خصومنا حقيقة مع الأسف الشديد كأن ما لهم خصم إلا الإخوان المسلمين، كأن ما لهم خصم إلا هالتيار، تيار حركة الدستورية الإسلامية. يغضون النظر في السنين الأخيرة تجمع كلهم علينا. ليش؟ حتى دعاة الديمقراطية يعني من الليبراليين و... نسوا الفساد ونسوا التجاوزات ونسوا، صار ما عندهم هم إلا الإخوان المسلمين. وهم يعلمون جيدا اخوان الخليج ما عندهم اي طموح للسلطه ما عندهم طموح للسلطه، لا نبي السلطه. يا اخي ايام الغزو ايام صدام حسين جانا قال تعالوا احكموا. صدام حسين قال لكم تعالوا احكموا ورفضتم. رفضنا كلام بشهاده جاسم العون وفيصل الصانع الله يرحمه محمود الرومي، جانا وقال تعالوا احكموا. قلنا اعوذ بالله، نحن لا نسال الحكم، نحن لن نقبل الا بكويت يحكمها على الصباح. ليش؟ عندنا قناعة لن تستقر هالديرة هذه إلا بوجود أسرة الحكم. قناعتنا كذي، قناعتنا ما تغيرت ولا زالت هالقناعة موجودة عندنا. وهم آل الصباح ميزان هذا البلد. نعتقد لو يحكم غير الصباح لن تستقر الديرة. يعني أعتقد الكلام واضح، براك قال جانا قال تعال احكم جانا. احنا نفترض هو كلمة مجازية، ما جانا طرش لنا واحد، حتى لو طرش لك واحد بالقانون اي واحد يمثل الدوله المعاديه ما تكلم وياه. زين وقال بشهاده الاسماء حمود الرومي حي يرزق الان وجاسم العون حي يرزق. خلي يطلعون لجاسم العون هذا كلهم يروحون فيها. يا تحدى انا جاسم العون يطلع يقول لي والله يا انا صدام وقلنا لا احنا معنا ماني عارف ايش دخل جاسم العون في الموضوع. هو سلفي المفروض يعني. ما له شغل حتى ذاك بعثي الله يرحمه. انت يا شو اسمه انت يا صانع ما له شغل في الاخوان. ما له شغل في الاخوان. ياكم انت قاعد لانك تقعد تتكلم عن الاخوان وزهدهم في الحكم حسب كلامك ها؟ اي قال اعوذ بالله نحن نعمل الصانع الله يرحمه يولا قالوا له احكم لان على اساس انه بعث يرفض ما في روح تعال زي ما عندنا شك في هذه بس انتم كاخوان انت تقول ياكم تفاوضتوا وقلتوا ورفضتوا رحمه فيك وفي لحيتك اقول لك انت كذاب رحمه فيك وفي لحيتك يا مبارك اقول لك انك كذاب شو الحكي هذا؟ بعدين انت التلفيق هذا مو اول مره كل يوم قاعد يجينا بقصه كل يوم قاعد يجينا بسالفه
بس خليك ريال واصمل على الكلمه هذه، مو تروح لباكر المحكمه انا لما اقول هذا وساوف افهم كلامي وما ساوف كلامك اللي انت قلته الان اعدام اعدام. روح اسالك اي محامي. انا ما ادري ما لا لا انا 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 اعرف القانون يعني ما في شيء. هذه خيانه عظمى، خيانه عظمى انك انت قاعد تتكلم لي صدام تكلم صدام. نتخابر ايش هذا؟ كلام يعني الاخ مبارك دويله كان قلت لك اعتراف بشكل غير مباشر انهما اخوان، واللي انكروا اعتراف واضح ان اخوان. اي انكروا هم شوفوا هم يعني انت لازم تعرف الاتي يعني الخبصه اللي قاعده تصير هذه كلها وهالكلام على نتيجه لان مصر اعلنت انهم تنظيم ارهابي وتعامل لهم على هذا الاساس. حلو، وصلنا كلام على اعلان مصر كتنظيم ارهابي. اول شيء قالوا اعتقد ما ادري والله نائب نسيت اسمه، يمكن العازمي قالنا وصلنا هالكلام واحنا رفضنا، بس اليوم علي الراشد طلع بتصريح ثاني. نائب علي الراشد قال هالموضوع لم يعرض علينا في اللجنه الخارجيه. انت رايك اعلان مصر للاخوان المسلمين انهم تنظيم ارهابي اعلان مستحق تاخروا فيه، ولكن ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا. تاريخ مصر مع الارهاب الاخوانشي الاسود يعني لا جذوره، ما اصلا كل مصيبه فيها ارهاب طلعت في العصر الحديث كلها تابعين حق الاخوان. في واحد منهم نسيت من واحد من القيادة الاخوان قال اتحدى اذا في رصاصه واحده انطلقت من الاخوان المسلمين. نعم يقول يتحدى اذا في رصاصه واحده انطلقت من رصاصه واحده ما تكفي طبيعه الحال، هذا لا ما يطقون له وايد. لا يعني ما طقوا ما 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 طلع منهم شيء، هذا الحكي مو صحيح. وقالوا على اسمها هم يقولون اللي قاعد يفجرون الان بمصر هم انصار بيت المقدس مو الاخوان. شوف هذا الكلام على بيت المقدس انا بس بطلع لي معلومه كنت طلبتها دزوا لي اياها عشان خلي الاخوان على شو اسمه. انصار بيت المقدس فرع من الاخوان المسلمين. انتم الحين واقفين يقول لك لا احنا ما سوينا شيء، هذا انصار بيت المقدس. ممتاز، اقول لهم ممكن تشجبون اللي سووه؟ استنكروا اللي سووه؟ ما تستنكرون، مو احنا ما انا مالكم. يعني المسميات اللي يستخدمونها وايده، شنو القاعده؟ من وين جايه القاعده؟ تنظيم القاعده؟ ما ادري والله. من الاخوان المسلمين. القاعده اخوان طبعا سوين. ولا يعني من وين؟ هذا عمر عبد الرحمن اللي قاعد في شو اسمه؟ في نيويورك والمحبوس هناك، شنو هو؟ اخوان مسلمين. التكفير والهجره منو؟ اخوان مسلمين. اسلمبولي وربعه اللي ذبحوا شو اسمه السادات منو؟ اخوان مسلمين. كلها التنظيمات المتطرفه هذه صادره من الفكر الدموي مال سيد قطب وابو العلا المودودي، هذول كلهم هم اساس الفكر الارهابي اللي موجود عند الاخوان، وهم يجيز استخدام السلاح وسفك الدماء موجود عندهم، تاريخهم كله كذي اسود، الاغتيالات كلها عندهم تاريخ يعني ارهابي ما في روح تعال. زين زين اليوم لما هم يعلنونها هم مسؤولين عن التجربة. بعدين قاعد يقول احنا اخوان الخليج. نعم اخوان الخليج من قلبون اتحاد الامارات. محاكمات ايش قاعد يحاكمونهم؟ على ازيائهم؟ لا ولا على ابيات الشعر اللي كاتبينها الاخوان؟ لا قلب نظام الحكم. لا قلب نظام الحكم وما استحي على وجهك انت طالع تقول احنا اخوان الخليج ما نقلب على الحكم؟ حكمك كان هناك انقلاب على الحكم. ولو عندنا حكم مثل الامارات انتم كلكم مسطرين الحين نفس السالفه منقلبين على الحكم. نسينا؟ بس انت 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 قاعد عايش مرتاح. ما حد قاعد يحاسبك. بس تكذب؟ لا والله بنوقف لك ونحط اصابعنا بعيونك. شنو اللي انتم ما تبون حكم؟ انتم مبداكم كله غام عشان توصلون للحاكمية. زين جمعية اصلاح التغيير هذا مال التصريح من اول شيء قال احنا مو اخوان. جبنا بس تعذر ولا غير. لان في قضايا الان هم علينا وعليك وعلى اعتقد احد الشباب في يمكن محامي على ان اتهامهم انهم اخوان رافعين علينا قضيه احنا كسكوب هم وانت معانا في القضيه هني في واحد من لقاءاتنا على الوالد بعد في برنامجه فان اتهامنا انت اخوان بس نشوف هل تصريح مبارك دويله اذا هم محسوب عليهم لان بالاساس حمود الرومي شاهد مع حادثه الخيانه العظمى صدام حسين الخيانه العظمى انا ماني مسميها هذا مسماها القانوني يعني شو لك اذا القصه صحيحه ف هذا كله يقولون ان احنا اول شيء نمشي على نفس نهج حسن البنا ومره الدويله يقول احنا اخوان مره مو اخوان فانا ماني فاهم يعني القضيه وين؟ شنو السب لما انا اقول لك انت اخوان؟ انا اعتقد اكو يمكن ثلاث خرفان بس بالكويت اللي مصدقين هالحكي مو اكثر.
ماكو رابع، الرابع انتحر. اي والله ايش يعني هالمنطق هذا؟ احنا نمشي على هدي حسن البنا وعلى تعالي بس احنا مو اخوان. نعم. يعني معجبين؟ شنو انتم؟ منبر ديمقراطي. منبر ديمقراطي انتم شنو انتم؟ من الله خلقنا نعرف انتم اخوان. وانتم تجندون وانتم تحطون وانتم الكوادر وانتم الخبصه وانتم اللي تصرفون، شو السالفه هذه؟ خلكم على الاقل ريايين افتخروا بالشيء اللي انتم قاعد تسوونه. يعني بقول لا انتم مستحيين منا زعلانين ليش الثانيين يسمونه ارهاب؟ لانكم تعلمون حقيقتكم شنو هي. هذا السبب. شو هالكلام الفاضي؟ الا منظمه ارهابيه. شوف للاسف اموال البسطاء اللي بالكويت والطيبين قاعده تحول الى الاجرام والى سفك الدماء على ايدهم وهم. اي على هالطاري مصر وقفت يمكن اكثر من 1000 جمعيه خيريه بينها جمعيات كويتيه متهمه في الارهاب في مصر. كلهم مشتبه فيهم، شو الحكي يا مصدق؟ احنا بس الفرحين لنا ربعنا، احنا جمعنا عملنا الخيري ما عليه شيء، عملنا الخير ما عليه شيء، اي ما عليه شيء، الملايين قاعده تنتهب ما تدرون وينها. يا رجل مو بس انتم حكومه ما تدرون، هم اللي قائمين على الجمعيات ما يدرون الفلوس وين تروح. هم ما يدرون، ما تخابر ذاك اللي باقهم 3.5 ملايين وقب ما دروا عنه. هذه الاموال اللي قاعدين صارت تحديدهم. زين الاعلان هذا التفجيرات اللي صارت مصر الحين يعني، وبعدين اذا هم طبعا هم تبرؤوا منها مو هم ما تبرأ قال مو احنا قال انصار بيت المقدس حكيك انت شفت احد منهم هذا لما تجر حق محاكمه ولا حق مخفر وسئله يقول اي والله انا على طول مو انا مو قصدي مو واحد ثاني انت هذا فهمه قاعد يقول لك هم لهم ريال ما قالوا انصار بيت المقدس اصدق انصار بيت المقدس وما لهم شغل فيكم هم بعد بصدق انه ما لهم شغل فيكم شو يجبوهم؟ قولوا لا يجوز سفك الدماء وهذا عمل اجرامي يا انصار بيت المقدس ابدا ما يقدر لان قواعده تنقلب عليه قواعده كلهم يدرون هذول منو كوادرهم كلهم يدرون الوضع بمصر لوين يعني هالتفجيرات والارهاب اللي قاعد يصير بدمرهم السيسي متفائل حيل اي حيل لان يعني من زمان نقول هذول تنظيم ارهابي هذول حالهم حال جماعه الحشاشين مالت حسن الصباح هذا اللي كان في ايران في المت شغله بس الارهاب والقتل وكذا ما يعالج الا بالسيف ما يعالج باي شيء ثاني هذول ما جانا من وراهم الا كل دمار عطني شيء واحد زي ما تعتقد ان شويه اجراءات الحكومه المصريه الان يعني شويه صارمه يعني ما يصير احد يطلع اذا احد طلع مع مظاهراتهم بس جينا 5 سنين إذا حد حط شعار رابعة بس جنة ما أدري شنو بس جنة ما تعتقد إنه شيء مبالغ فيها؟ مبالغ فيها لأن اللي قاعد يسوون شيء مبالغ فيه بعد أنت مصر في حياته ما تعودت على تفجيرات سيارات مفخخة خليك أنت مكان الشعب المصري الشعب المصري تمشي الساعة 5 الفجر بأي شارع في مصر ما تخاف من شيء إيش صارت مصر؟ يعني المتعاطفين معهم يقولون هذا ظلم يعني أنت قاعد تستخدم السلطة ظلم والتفجيرات اللي قاعد يسوونها هذه شنو؟ نعمة من رب العالمين؟ بس تبرأوا منها يا ولد ماكو تبرأ منها، ما هو يتبرأ منها قاعد يقول انت شفت لك حرامي قال انا بواق؟ شفت لك واحد حرامي قال انا بواق؟ ما يقول انا بواق، بس كل الاصابع قاعده تشير لهم. انت مرضها بتروح محاكم وبتصير الحين كلامنا لا يقدم ولا يؤخر، الشعب قاعد يقول لك هم اللي يملكون الجرأه حتى لشجب التصرف. زين الاعلان هذا اللي وصلوه حق الدول العربيه واللي موقعين معاهم اتفاقيات ان المفروض حضر جماعه الاخوان المسلمين. هناك اتفاق موجود من الجامعه الدول العربيه ان في حضر وتبادل معلومات و و وموجود. زين اذا وصل الكويت هل تعتقد راح تاخذ الكويت قرار؟ والله اعتقد اي. اعتقد انا ما امامها خيار. ما امامها خيار، وعلى فكره ترى الرجل ما عندنا اصلا اخوان يعني بالكويت لان ما في تنظيم معلن ما عندنا. فشو حضرهم شو اسوي فيهم؟ السرية دائما اخطر وايد من الاشياء المعلنة. المعلن شيء تشوفه اللي مو معلن ما تشوفه، وعلى فكرة ترى يعني حتى اعتقد كانت المساني وقتها اللي اقترح انه يسوون لهم تنظيم لا حدود له، ما تقدر تمسك منه شيء، زين؟ خوفا من المساءلة. بس موجودين. في بالشاهد اعتقد نشر هذه الصورة من دازليها تبين بالتليفون بس يعني رئيس الوزراء الشيخ جان مبارك يقول الاخوان المسلمون موجودون بالكويت ونحن نحترمهم ونقدرهم. احترموا وقدرهم ياخذون كرسيك. ما يبون حكم قال لك مبارك دويلها ما يبون حكم عرض عليهم ما يبون. انت صادقة محمد؟ مطلوب مني ان انا صادقة مثلك؟ يعني على فكرة ترى انا شفت الخبصة مالتهم
أنا قبل لا الإمارات يصيدونهم وفي عزهم لما كانوا في مصر قبل الثورة شنو كان شعاري في الانتخابات؟ الولاء الكويت عداء الإخوان. مشكور ما قصرت. الولاء الكويت عداء، ليش قلتها؟ عبطا؟ لأن عارف أن هذا شنو خطر، عارف هذول شنو الخطر، ويا الوقت اللي أثبت كلامي. فماني محتاج أنا حق دويلة ولا غير دويلة علشان أتأكد من اللي قاعد نكون متابعين تاريخيا بالسالفة هذه. كله كلام فاضي وريال قاعد يذيل نفسه. زين الحين يعني الوضع في مصر متى ينتهي؟ بنهاية الإخوان لازم ينهونهم. إيه طبعاً. ما عندك أحاكيك أنت تروح الجزائر، شو اللي سووا في الجزائر؟ نفس الشيء. عقب ما شالوهم الحكم نفس الشيء، ذبح وقتل وتفشيح، ذبح وقتل وسفك وقصب بالعالم. هل تريد لمصر هذا؟ ما فيها مجال خيارات، هذه ما فيها خيارات، كلش ما فيها خيارات. يعني مصر على كل المشاكل اللي فيها، الأمن جزء أساسي من حياة المجتمع المصري. أنت جيت نغفته، خلت الإنسان يشعر بالخوف يطلع من بيتهم. زين ما راح أسكت لك. والسيسي تعتقد هو راح يكون رئيس القادم؟ يعني النظام ككل بما فيه السيسي، لا هل يكون رئيس؟ لا أعلم. أتمنى أن يكون الرجل الثاني بدل ما يكون الرجل الأول، لأن كل رجل له دور في مرحلة. يعني أنا أتمنى يرجع أنت أحمد شفيق، لأن في القاعدة موجودة الرجل يعني طلع ثاني بفارق بسيط جدا، وبعدين اعترفوا الإخوان اللي شقوا أنه كان في تزوير ولا كان نجح، فمعناته الرجل قاعدته موجودة وخالصة. الآن تحت الضغط العاطفي اللي موجود في مصر، لا شك أن السيسي راح يكتسح إذا دخل في الرئاسة. أنا أعتقد العسكر ما المفروض يصيرون في الرئاسة، خله هو الباك بون، يعني يجي نائب رئيس ووزير للدفاع عشان يحافظ على النظام، رائع، أفضل مما هذا. ولكن بالنهاية خيار الناخب المصريين. يعني اي واحد يجي ولا مرسي؟ ليش مرسي ما للحين هو رئيس شرعي؟ قبل امس المحاكمه يقول رئيس شرعي رفض احالته حق محكمه الجنايه. حتى صدام حسين كان يقول رئيس شرعي، يعني شو مشكله صدام اللي اجتمع مع الاخوان؟ اللي اجتمع مع الاخوان اجتمع معهم، الظاهر كلهم نفس الشرعيه. والبراك احنا تقريبا يعني وصلنا الختام، عندنا دقيقتين بس قبل لا نختم، لان موصيني على بعد موصينك عقب هالوقت. اي والله في 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 تشريعات يبون يعني عشان نرجع، انا قاعد برجع للكويت بس ما مدانا، ماكو وقت، لكن على التشريعات براك يبون وعود منك ان تستمر في تقديم التشريعات مثل هذه اللي كنت مقدمها، ال 45 تشريع يبون او يطالبون. يعني هذه ما يتبي لها شيء، هذه مجرد طق زرار ترجع تسحبها تقدمها مره ثانيه. زين متفائل فيها؟ والله عاد متفائل ان تمر هالمره يعني ان شاء الله، يعني ما يخلقون لنا اولويات خلطي مثل صندوق الاسره وربعها. ان شاء الله ان شاء الله. يعني التشريعات هذه حق شنو؟ لخدمه المجتمع. صحيح، هذا كل اللي نبحث عنه. زين هم نقطه اخيره، صحتك براك ليه ما سويت العمليه؟ يقولون يعني اعرف ناس مقربين يقولون كلهم انك انت مهمل، ما تبي تسوي. لا والله ماني مهمل محمد، انا كنت يعني على اساس انه شهر 9 10 طحت في علاج اعشاب قمت استخدمه، خفض السميه في الجسم، الكرياتينين واليوريا. فالدكتور قال لي ما في داعي للعجله، خذ وقتك على ما هذا. قاعد يتحسن، يعني نزل من 800 الى 570، اليوريا من 44 الى 20. ولكن يعني الاسبوع اللي فات قلت حق الدكتور خلصني بسوي العمليه، لان اليوم انا وضعي الصحي يسمح لي في اجراء العمليه. اذا انطر زياده ما ادري اذا الوضع راح يسمح ولا لا، فقلت اسويها واخلص. فالمفروض انه يعني خلال يناير مسوينها ان شاء الله باذن الله. وضعك صحي الحين ان شاء الله احسن. برد شاب علينا. نقطة نسيت، الاتحاد الخليجي رايك بس قبل أن أختم، يعني ما عليه. الاتحاد الخليجي رفض عمان، يقول لك تحفظ الكويت أو موقف أخذته على استحياء. يعني شوف أول شيء، عمان الواحد يحترم فيهم الشفافية والوضوح، وعمان على فكرة يعني مواقفها ترى حتى لما كان في مؤتمر الصمود وما الصمود هذا بالعراق اللي شالوا في مصر أيام زيارة كل الدول العربية قطعت مصر وانهت علاقتها وياها الا عمان، شافت ان هذا شيء غير مجدي، السفاره الوحيده اللي شغاله هناك. مع الوقت اثبت انه صح وان هذول كلهم كانوا غلط. هذا بالتالي تحترم فيهم شفافيتهم. الكويت يعني انا اللي ماني قادر اتصور الاتي، منو النظام الخليجي اللي يريد ان يتحد مع الكويت؟ ليش؟ يستورد، هل يقبل فينا بديمقراطيتنا؟ هل يبي
وحده وياب دمر ولا يبينا نتخلص من ديمقراطيتنا بعد النيه الاعمال ماني عارف. انت عندك نظام حكم قائم مختلف الوحيد اللي يشبه لك شويه البحرين. زين؟ بعدهم البحرين طور وايد اكثر منك مجلسين وكل شيء. من يريد هذا النظام انه ياتي له ويعديه؟ من يبي التجربه الكويتيه؟ شو اللي راح نضيفه على الاتحاد غير السقف المفتوح لحريه التعبير؟ والبذاءة وتوترية وما توترية والخبصة هذه شنو؟ ماني عارف شو بنضيف لهم؟ شو ليش يبوننا يعني؟ احنا قد نريد الاتحاد كتير. يعني البحرين قد تريد الاتحاد عشان طبعا واضح الامني لا شك، بس انت تقدر تحقق الامن بدون حاجه للاتحاد يعني بدون صيروره الاتحاد. نعم. مثل ما قلت لك انا ككويت ودي يصير عندي اتحاد مع السعوديه، هل السعوديه تريدني؟ ما ادري انا قاعد اقول يعني هل تريد نظام مختلف ونظام يا ريت مختلف، نظام اثبت على مدى 50 سنه انه كارثي. كان زين يعني نظام مختلف وافضل، انت اليوم يمكن لو تي بريطانيا الديمقراطيه وتريد الاتحاد مع السعوديه تقول السعوديه اهلا وسهلا. زين بتضيفون لي نظام بتضيفون لي تشريعات، بس الكويت 50 سنه من الفشل. اي استوردك عندي شو اسوي فيك؟ انا ماني قادر اتخيل على شنو. بعدين يعني اكو اشياء انا كتبت مره مقال يا معود انا واحد مزدوج مزعج عندي بالكويت ابي اتخلص من السعوديين الله يهداهم واقفين وياي عشان يطلعون اوراقه. طب اذا هذا الموضوع احنا ما قادرين نتفق عليه بس شنو نتفق على اشياء اكبر واتحاد وغيره؟ يعني خلنا على الاقل الاساسيات اللي عندنا نشتغل عليها بالصجيه. احنا والسعوديه ديره واحده ما في روح تعال. لو اي خطر ياتينا ما لنا الا السعوديه، ولو اي شيء يصيب السعوديه يصيبنا، ما عندي شك في هذه، هم عمقنا الاستراتيجي. وكذلك دول الخليج ما عندي شك في هذا، ولكن عمليه الاتحاد معاهم ماني شايف شنو الجدوى مالتها. نعم. انا اشكرك براك، شكرا لك على وقتك، شكرا لك على انك خصيتنا في اللقاء بعد حكم المحكمه. اذا كان عندك كلمه اخيره يعني خلينا نقول او رساله لناخبينك اللي اعطوك الثقه وانت مسافر عن رؤيه نبيل فضل واستراتيجيته في مجلس الامه، يعني ان شاء الله ان المجلس مكمل 4 سنين اتمنى، شنو اللي بقدمه نبيل فضل؟ انا مثل بلهول ما يتغير، فلا تحاتي على شيء، هذا جانب. مثل ما قلت لك التشريعات وهذا شيء مستمرين فيها. نعم. الاخوان اللي صوتوا لي ارجع اقول انا فخور فيكم، واتمنى كل الناخبين يصيرون في الكاليبر مالكم في خيارهم، مو هم منو اللي يختارونه. نعم. بس على نفس المقاسات. وكل ما اخير اوعدهم اني بعد ما نطلع مع سكوب الا يجددون استديوهاتهم ما يخلون كاكا شغالين عليهم شغالين ان شاء الله يجددوا بعدين يصير خير. لا لا شغالين 5-1 ان شاء الله يشوفون بلوك جديد يعني. بس اليوم بعدين لازم نقول انت اللي شرط قلت بطلع يوم الاحد يا ابن الحلال قاعد نعد القال لا بطلع انت تحسفت والله مع البرد مذيع ما تشوف شر ان شاء الله. عموما مشان الكلام وصلنا الى ختام حلقتنا مع النائب نبيل فضل، نتمنى ان نكون غطينا كل الاسئله اللي طلبتوها اللي سالتوها وحاولنا ان نغطيها قد ما نقدر، يعني ضيق الوقت اسف بس العمال على الباب يعني يبون يشتغلون احنا معطلينهم. عموما مبارك شكرا لك، نتمنى يا رب ان تشكل الحكومه وتروح تقسم بعد مو وقت يعني يحلون المجلس انت وعبد الحميد دشتي صدق تصيرون قبس يعني خلاص لا تحاولون خلاص يعني مجلسين الحين وهذا شكرا لك مبارك. اهلا بك. مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، برنامج لقاء خاص يعني نطل عليكم كل ما طرأ هناك شيء خاص، إلا أن نلتقي إن شاء الله في برامج أخرى. تابعوا برامج سكوب 5-1 موعدين إن شاء الله في خريطة برامج جديدة في دكرة جديدة في لوك آخر إن شاء الله أن يحوز على رضاكم. لذلك الحين فمان الله.